بسم الله الرحمن الرحيم، برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. كالعادة عندنا بعض القضايا المهمة جدا اللي هنناقشها مع حضراتكم، وعندنا بعض الكلام المهم كمان اللي احنا التوعية اللي اتفقنا عليها بداية من الأسبوع اللي فات، اللي احنا كل حد بيتكلم على النادي الأهلي، المنوط بالنادي الأهلي، بأهداف النادي الأهلي، الفتنة اللي البعض بيتكلم فيها خصوصا في قصة مش عارف ايه الشيخ زايد مدينة، كلنا واحد دلوقتي، كلنا ايد واحدة، لما يبقى في محنة كلنا بيبقى ايد واحدة. ولكن في البداية اسمحوا لي عايز اتكلم في نقطتين سريعا. اول نقطة اللي بيحب النادي الاهلي واللي عاشق للنادي الاهلي ما يتكلمش عن موضوع كوليبالي. ليه؟ لان انت حضرتك لما بتتكلم والموضوع في الاتحاد الدولي وبيحصل اي كلام، ده مش عارف بياخدوا الكلام دوت اللي فيه اي شتيمه اي اهانه سواء على فيسبوك او سواء في موقع ويبتدي يبعتوه، فمن هنا يجي يقول لك اعتذار ومش عارف ايه. فاتمنى ونصيحه لكل اهلاوي بيحب النادي الاهلي ما يتكلمش على الموضوع اللاعب ده، خصوصا اللي بيبقى من ضمن الخطط اللي انت تاخد الكلام اللي بيتكتب في اي موقع. بص الاهانات، بص الشتيمه، انا مشيت عشان خاطر الكلام ده ويطلع في الاخر كلامه مظبوط. النادي الاهلي هيتصرف صح، النادي الاهلي كمان اتصرف صح من البدايه وهيعرف يجيب حقه كويس. لكن الكلام اللي انا بشوفه المنتشر بشكل كبير، مفيش اعتذارات، مفيش كلام اتقال. فمن هنا نصيحتي لكل اهلاوي بيحب النادي الاهلي، بلاش تتكلم في الموضوع ده عشان ما نضرش نادينا. سريعا عايز اتكلم فيها كلام كتير عن صفقه في الدفاع، ومش عارف لعيب سوري ولاعب تاني مش عارف في نادي ايه. خليني اقول لحضراتكم سريعا برضه عشان البعض اللي بينتقد شخصي على صفحتنا، بيبقى في ادمن موجود، الادمن اللي موجود كتب اللي فيه صفقه قريبه لانه شاف مواقع كده كتير. طبعا ده غلط وانا اتحمل المسؤوليه عشان هي الصفحه باسمي على شادي محمد على الفيسبوك وصفحه الكره والجماهير، ده خطا. طبعا باقر اللي هو خطا، بعتذر لحضراتكم اللي الادمن اتصرف من غير ما يرجع لي واتصرف. الكلام ده كان من حوالي 15 يوم او 3 اسابيع وكتب الكلام ده. فمن هنا الناس قالت انت اللي قلت ومش عارف انت فاحنا ما بنعملش كده. قلنا لكم دايما بنعلن لما النادي الاهلي بيتعاقد او النادي الاهلي يبقى فيه عقد موجود. فمن هنا اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان النادي الاهلي فيه مدافع بيتفاوض معاه. فيه مدافع بيتفاوض معاه، مين هو انا ما اقدرش اقول. في رتوش وفي كلام وفي مدير فني حدد هو عايز ايه، ومن هنا الاداره، اداره التعاقدات الدكتور عصام سراج بيتحرك فيها. من ضمن الكواليس ومن كلامي مع الكابتن حسام البدري، واعذروني ممكن يكون صوتي في عندي برد شويه، ولكن الكابتن حسام البدري حاطط في دماغه ان ايمن اشرف لاعب بيلعب سيرد باك وبيلعب باك ليفت، والمدرب واللاعب اللي بيلعب في اكتر مكان الجوكر ده بيبقى مفيد جدا للمدرب. احمد فتحي النوعيه دي ولاعيبه كتير على مدار تاريخ النادي الاهلي. بقى لما نرجع للكبار العظام كابتن ربيع ياسين تلاقيه باك ليفت باك رايت سيرد باك، نوعيه اللاعب اللي بيلعب في اكتر من مكان هو بيبقى مفيد جدا جدا للمدرب. فمن هنا ده كلام الكابتن حسام اللي ايمن اشرف كان في سموحه بيلعب باك ليفت وسيرد باك. ناس مستعجله صفقات ومش عارف ايه وبتاع مش بالكتره، مش بال 20 لاعب ومش بال 50 لاعب ومش بال 60 لاعب. انت بتختار اللي انت عايزه، عندك لعيبه متميزه في كل الخطوط، محتاج في صفقه ورا؟ ممكن، فعلا محتاج، مش ممكن، لا اكيد محتاج. بس ما يخليش السرعه تاخدني اللي انا اغلط نفس غلطات لعيبه كانت من 3 سنين واتعاقد مع اي لعيب وخلاص واحاول عشان ارضي شمال ولا يمين، فابتدي اي حد يلبس فانيله النادي الاهلي. انا بكلم هنا العقلاء اللي عايزين يسمعوا العقل وصوت العقل. اتسرعنا ببعض الصفقات قبل كده وانا ما اقدرش احكم على لاعب، لكن ما كانوش يقدروا يستحملوا ضغوط النادي الاهلي، ما قدروش، عشان كده ما شفناهمش خالص في مباراته ومشوا، جم زي ما مشوا. وده انا بسميه طول الوقت تحت مظله الاحلال والتجديد اللي موجود. النادي الاهلي لغايه النهارده بيصنع تيم جديد شاب، الاعمار السنيه بتنزل ولازم يبقى موجود الخبرات، ده موجود؟ موجود. عشان كده بنلاقي مواقف كلنا كاهلاويه فرحانين بيها. بمعنى ايه؟ لما نلاقي اكرم توفيق
وقاعد على الدكه وفاضل وقت بسيط وعمال يضرب في الدكه، والروح هي دي الروح الفنانه اللي هو شربها بسرعه من النجوم الموجوده ومن ضغوط الجماهيريه اللي موجوده، واحساس بالمسؤوليه فانيله النادي الاهلي. في اكتر من لعيب مش عايز اذكر اسماء، ولكن انا موقف كلنا متفقين عليه. فنسيب النادي الاهلي بيتحرك وبيتحرك صح، وعندنا مجموعه متميزه من اللاعبين، عندنا افضل لعيبه في مصر بجد، مش الكلام اللي هو مستهلك اللي بيتقال وخلاص. فده نقطتين مهمين. احنا عارفين كمان الفريق اجازه، فالكلام في الكوره، واحنا مش من الاعلام اللي بيدور على اي حاجه ويختلقها ويفتح مواضيع ويفتح قصص، والفرقه اجازه. هكلمكم في كوره، اكيد عايز اتكلم في الكوره، واكيد عايز ادخل الكابتن حسام والكابتن سيد عبد الحفيظ واللعيبه، ولكن دايما لما اللعيبه ياخد اجازه ما بنحبش اللي احنا نقطع عليهم الكلام ده، يركز في اجازته ويبعد عن الكوره عشان يرجع يبقى الكوره وحشاه، لكن مداخلات وكلام كتير والكوره. فاحنا النادي الاهلي فرقته الاهم، وعندنا بطوله افريقيا، الفريق اجازه، نحترم ده. هنتكلم في قضيتنا ومشاكلنا، هكلمكم في كوره ايه، اعرض لك اهداف قديمه واعرض الكلام ده، فانا مش هعمل كده، هشتغل في الحدث اللي موجود داخل النادي الاهلي، هو كل المسانده والدعم للجمعيه العموميه، ونخاطب الجمعيه العموميه تحمل مسؤوليتها، ونخاطب المسؤولين داخل النادي الاهلي اثبت على موقفك. بالنسبه لناس كتير بتذكر اسم الكابتن صالح سليم، وهنا عشان اوضح الصوره، لما بنتكلم على حد احنا بنقول بالاسم، مش احنا الشخصيه اللي بتتكلم على حد من وراه ويخاف ومش عارف ايه، لا احنا بنتكلم في العموم. في ناس بتدي مثل بالعظيم المايسترو صالح سليم، هو مش واحد ولا اتنين، هم ناس كتير، كلنا بندي المثل بالمايسترو. فمن هنا من ضمن الحاجات اللي علمها لنا المايسترو، انت تثبت على موقفك ما دام في الحق، تثبت على الموقف، وما دام انت عندك حق تقاتل عليه ما تسيبهوش، يا اما ما يبقاش الاهلي، ولا احنا بنفسر الامور على مزاجنا. النقطه الثانيه، دعاه الفتنه، مدينه نصر ولا الجزيره ولا مش عارف ايه، ولا دلوقتي كلنا ايد واحده. عشان كده في حلقه النهارده بنحاول نفكر ونخرج من الكلام اللي موجود شمال ويمين، فقلنا نعمل حاجه جديده. وكمان هم خاطبوا فريق العمل واتكلموا معاه، فعجبتنا الفكره. هيبقى معانا سيدات النادي الاهلي اللي هم العمود الفقري، والسيدات دورهم مهم جدا، ما بنقدرش عليهم احيانا وبيبقوا اقوى مننا احيانا، لكن في الاخر لما بتحتاجهم بيبقى ب 100 راجل. النهارده معانا سيدات النادي الاهلي، ومش هتكلم بقى يمين ولا شمال ولا فوق ولا جزيره ولا مدينه نصر، احنا ايد واحده، ودي كلمتهم اللي هم قالوها لنا قبل ما يجوا، احنا ايد واحده. عايز اتكلم في البدايه قبل ما ادخل في المواضيع المهمه اللي بتهم حضراتكم كالعاده، عايز اتكلم عن نقطه مهمه جدا، عن هي البرامج في الاعلام، مش معنى بتتكلم او هو برنامج، مش معنى بنتكلم على فكره اللائحه الاسترشاديه النادي الاهلي، مش عارف مايسترو صالح سليم قال ايه، وشمال ولا يمين ولا فوق، هي نوعيه البرامج، هي فقره الاهلي دي مش هنخلص منها يا فندم. ده في انديه ما فيهاش ديمقراطيه خالص، ده لغوا الشباب ولغوا، والله ما بتكلم على حد. وعلى فكره تاني، لو عايزين نتكلم على حد هنتكلم، ولما بتكلم على منافس يبقى اكيد بتكلم على نادي الزمالك، بس ما بتكلمش عنه غير بكل خير. بمعنى لما اتكلم على نادي الزمالك، النادي الاهلي عمل لائحه وعرضناها لحضراتكم، وعمل بيديها لكل عضو وهو داخل مع البوابه على مدار الاسبوع اللي فات كله، عمل ندوات، هي دي الديمقراطيه. الاهلي بيت الديمقراطيه في مصر، الاهلي بيت الحوار في مصر، ادخل عبر، قول لا، شارك، اتكلم في كل فروعك. الاهلي عمل كده؟ اه الاهلي عمل كده. طب اللي ما عملش خالص ده، هو الناس عامله اللي هي مش شايفه ليه؟ مش من حقنا نسال؟ هي الناس ما بتتكلمش خالص ليه؟ ادي دي نقطة. النقطة الثانية، هو ليل ونهار على مدار الأربع سنين اللي فاتت تصحى من النوم بتدور تهاجم النادي ازاي؟ هنا مش فرد بقى، أنا بكلم مجاميع، أنت بندور اللي احنا هنهاجم في إيه النهاردة؟ هات لي حفتر كوباية شاي بحليب ومعاها ساندوتش جبنة رومي، بقول لك إيه، محمود طاهر غلط في إيه؟ طب استنى كده اما نشوف حسام البدري هيلاعب صالح ولا لا؟ طب هو عمرو بركات جاب جون وما لعبش؟ طب
ده الاهلي واخد كل حاجه وفي انديه ما خدتش حاجه خالص للوضع اللي انتوا عاملينه ده. ده الاهلي واخد كل حاجه، العاب جماعيه ده مش على المستوى المحلي الافريقي، قلنا وهنقول دوري وكاس جماعه البطولتين من 10 سنين. وفي الاخر حاطط النادي الاهلي في مربع الضغط والهجوم ليه؟ مش فاهم انا. هو لازم اللوائح تبقى ملاكي وعلى الكيف؟ يعني سيبكم من فكره اللي انا بقول الضغوط والماتشات وبتكسب والكلام اللي انا بقوله، انت كسبان كل حاجه، غيرك مش كسبان حاجه والناس ما بتتكلمش، ودن من تين ودن من عجين. اللي خايف يقول يا جماعه، اللي خايف يرفع ايده ويقول كده وخلاص ونبقى فاهمين. ده النادي الاهلي لو عمل الشكل بتاع ال 18 19 ولا ال 20 لعيب في الصفقات في انديه ثانيه، اقسم بالله لا ام تلاقي لها الا الله والبرامج مش هتسكت. حد بيناقش؟ لا. حد بيقول حاجه؟ لا. احترامي للجميع، لكن انا بنقل لكم صوره واضحه للناس كلها. لكن فقره الاهلي بتاعت كل يوم دي اللي ما بنخلصش منها. فدي نقطه واضحه للناس والاهلاويه. شوفوا اراء الجمعيه العموميه وهجومهم على احد الاعلاميين بالسوق، ولا حد قال لهم قول، قال لك في استياء. احنا لو ما تاخدوا موقف، وهنا كانوا بيخاطبوا بقى، انا بحكي الحقيقه. ما تاخدوا موقف زي الكابتن صالح سليم ما عمل قبل كده. فانا ماليش دعوه ولا بتكلم، انا بحكي دور الاعلام هو ناقل للحقيقه او ناقل للحدث. ده اللي انا شفته فبحكيه لحضراتكم. ادي دي نقطتين. النقطه الاولى اللي هي احنا مش معنى النادي الاهلي، وهنا انا كبير وعارف اللي انا كبير وعارف اللي انا ما يشغلش دماغي، اللي انا حتى على مستوى المسؤولين لما تيجي تخاطبني تخاطبني عن طريق الاعلام وخايف تبعت لي فاكس، لان انت عارف اللي انت غلط. وحبايب لحضراتكم كل حاجه دلوقتي. ف ما تناقش الانديه المنافسه، بتطلعوا تقولوا اتحاد كره القدم خايف عمل القرار الاربع انديه عشان خاطر نادي الزمالك. طيب ماشي اوكي، طب والباقي؟ طب والديمقراطيه اللي مش موجوده غير في النادي الاهلي، والحوار اللي اتعمل غير في النادي الاهلي، هو ده اللي الدوله بتطالب بيه. فاللي انا عايز اقوله مره ثانيه وثالثه ومليون، احنا بنطالب اللي اتعاملوا الانديه كلها تبع بعض. فقره النادي الاهلي دي هنرد عليها، احنا مضطرين لنعمل كده كل يوم. اي حد هيتكلم كلام غير موضوعي ومش حقيقي على وجه على الارض اللي احنا اللي ماشيين عليها، لا هنقول وهنتكلم. احنا عايزين نحمي نادينا ونمشي ورا قرارات نادينا، وده دور قناه الاهلي. السياسه هنا الاهلي قال شمال شمال في الحق، فاحنا بنمشي ورا الحق. والله يرحمه لو عايش الكابتن صالح سليم وليه حق واللوائح بتديله الحق، هيضرب بايد من حديد وهيبقى في ظهير وراه، واحنا بنضرب بايد من حديد لان الاهلي ليه حق. وهي دي الحقيقة. طيب عايز أقوله والربط بس مع فقرة النادي الأهلي كل يوم والباقي مش موجود واللي حضراتكم بتشوفوه ده، فدي كان مهم جدا أتكلم فيها. النقطة الأخيرة اللي هتكلم فيها دعاة الفتنة. ابتدينا نشتغل على فكرة، بصوا يا جماعة، هتقولي مسؤول في الأهلي قال مدينة نصر وجزيرة وشيخ زايد، هتقولي مسؤول في الاهلي قال جمله على اي رمز، انا هتكلم بمنتهى الصراحه، هتقولي مسؤول في الاهلي اهان اي حد، هتقولي مسؤول اي اعلامي في مصر ما بيقولش على مجلس النادي الاهلي غير المحترمين ومش شادي اللي بيقول، وبعدوني عن الشبهات. اسالوا كل الناس حتى اللي بيختلفوا وليهم مصالح، حتى اللي انا قلت عليهم بتوع الشبهات اسالوهم في الكواليس هيقولوا لكم دي ناس محترمه. يعملوا الفتنه وفي الاخر يقول لك ايه؟ فين الفتنه؟ الحقوا بيعملوا مدينه نصر وبين جزيره، هو مين اللي قال اساسا؟ اذا كان بقول لكم النهارده وراي مجلس اداره النادي قال احنا ايد واحده، فتعملوا الفتنه وتناقشوا الفتنه حاجه غريبه جدا. حق يراد به باطل، يعني نعمل الفتنه ونناقش الفتنه. انه عدل وانه ضمير؟ وبالمناسبة هقول لكم جملة انتوا مستنيينها وهريحكم، انتخابات مش هنلعب انتخابات في البرنامج ده. احنا على الحياد. اللي هينجح هنقول له مبروك، اللي هينزل لسه ما نعرفش مين نزل، واللي هيتكلم على الانتخابات دلوقتي يبقى خاين.
اللي هينجح ايا كان مين اسمه، نزل زيد، نزل عبيد، نزل ابراهيم، نزل خليل، نزل اسماعيل، هنبقى في ظهره ونسانده كلنا ونقول له مبروك. ايه رايكم؟ ادي اهو انا من اول يوم بقول لكم مش هتشوفونا حاطين صوره حد، لان ولا تاريخنا ولا بطولاتنا ولا اخلاقنا تمشينا ورا حد. انا بشوف كده، بشوف ان اي نجم كبير ليه انجازات، الكبير لازم تصرفاته تبقى كبيره، الكبير لازم تصرفاته تبقى كبيره، لكن صور حد على صدرنا ما بنعملش كده. لكن في مجلس موجود لو تعرض للظلم ايا كان هو مين، زي دلوقتي ما بقولها الناس بتصحى من النوم عايزه تشتم مين، بتدور على حد جوه الاهلي، وفي الاخر يدعوا الاهلاويه. وانا مش هحلف تاني، مباراه النادي الاهلي يا اهلاويه، مباراه النادي الاهلي لما جه فيه الهدف، انا جالي 6 رسائل من ناس اهلاويه، ولولا ضميري اللي انا مش عايز اعري حد اهلاوي على شاشه قناه النادي الاهلي، وضميري يمنعني اللي انا اوري حضراتكم، جالي 6 رسائل. اول كان فاضل بالظبط على المباراه، اول ما جه جون في النادي الاهلي كان فاضل 5 دقايق او 6 دقايق والماتش يخلص او بدايه الشوط الرابع. واقسم بالله واقسم بالله واقسم بالله تاني، وانا ما بحبش احلف على الشاشه، جالي تليفونات من اهلاويه شماته، وعاملين صفحات بيشتموا عليها الاهلي، وعم بيعملوا مداخلات في البرامج، موجودين واكيد هم مرعوبين بقالهم من يوم الماتش ما بينطقوش، خايفين اطلع الكلام ده. رسايل وانا اساسا مش مسجل ارقامهم، شماته في النادي الاهلي، شماته في المدرب، شماته في مجلس الاداره، وقالوا ان شاء الله هتبقى النهاية اللي الأهلي يخرج من بطولة أفريقيا والرسائل موجودة. يرضيكوا؟ هم دول الأهلاوية؟ وهم دول اللي لهم صوت على الفيسبوك؟ وهم دول اللي الناس بتمشي وراهم؟ لكن ضميري يمنعني إن أنا أقول الأسماء. أنا حلفت لحضراتكم وأقسمت لحضراتكم، لكن الطبيعي إن إحنا ما نحلفش، والطبيعي إن إحنا ما نقولش كده، لكن هي دي الحقيقة وهو ده الواقع. والأيام اللي جاية هتثبت لكم حاجات كتير، لأن دوري ناقل وبندور على الحقيقة. هدخل في الموضوع اكتر دلوقتي. شرحت لحضراتكم موضوع منتهي، اللي هيكسب هنقول له مبروك، احنا مساندين واحنا وراك وبندعمك. عايزنا موجودين اهلا وسهلا وشكرا وبنحترم نفسنا، مش عايزنا موجودين هنشتغل باسمنا وبكرامتنا وبتاريخنا عشان اللي بيزايد. بتقولوا في اكتر من كده صراحه، بيطبل للمهندس محمود طاهر، طالما في الحق مش عايز ظهير اعلامي او جماهيري ورايا، في ربنا افضل من الجميع. ايه رايكم؟ هفضل ورا الظلم، هفضل وراه، ومصيري في يوم هنتصر زي مأمور كتير انتصرت فيها، وهتشوفوا النهارده بننتصر، وهتشوفوا في حاجات تانيه بننتصر، لان ما عندناش حاجه تخوفنا. قولوا وقولوا الكلمة دي تاني ما بتزعلنيش، عارفين ليه؟ اللعيب اللي لعب في الأهلي بيقبل التحدي وعايز كل يوم بطولة عشان يقول أنا موجود. فبعد العمر ده كله والسنين اللي كلها نجاحات وإنجازات وبطولات كبيرة جدا، ما ينكرهاش غير الحاقد والجاهل والفاشل واللي ما يعرفش نجومه عملوا إيه. فطول ما في ظلم على رئيس النادي اللي موجود هنتكلم، لأن أنا ما بكلمكش في انتخابات، أنا بكلمك روح 25 و26، روح ارفع اسم النادي، العار كل العار، لو مجلس الإدارة ما قاتلش على جمعيته العمومية ويحط لايحته، العار كل العار على أي واحد معاه كارنيه الأهلي ويطلع على الشاشات يقول لجماهير الأهلي اوعى تروحوا. وهبين لكم دلوقتي كل حاجة، ومحدش أنا ولا بوجه حد ولا شمال ولا يمين، هتشوفوا، لأن دورنا بنرصد. ودايما اللي عنده نوايا خبيثة وحاطط نفسه في إطار الشبهة ومش قادر يغير من مساره هو بيقع لوحده. أنا قلت لكم أنتوا الحكم، بنقدم وأنتوا الحكم، ما بقولكش احكم على حد حلو ولا وحش، أنا بقول لحضراتكم خدوا شوفوا الكلام وإحنا بنرد وشوفوا إحنا صح ولا غلط، إيه رأيكم؟ وده اللي إحنا متفقين عليه. انتخابات مفيش واتفقنا، لكن اللي بنتكلم فيه الأهلي الكبير العظيم.
هتشوفوا الفيديو ده تحت شعار حلفائك خانوك يا ريتشارد، بس المرة دي حلفائك خانوك يا حطب. اتفضل اعرض لي اول فيديو ونروح نشوف عشان نعلق عليه. فيكوا يا جماعة، في ايه يا جماعة؟ انتوا مش حطيتوا قانون وحطيتوا لائحة؟ في ايه يا دكتور؟ لا انا مش هتنفس. في ايه يا دكتور؟ انتوا مش حطيتوا قانون وحطيتوا لائحة؟ مش هتحترموها؟ مش هتمشوا عليها؟ ولا الافضل اللي بيحصل دلوقتي داخل اللجنة الاولمبية بيجيبوا ناس مندوبين، بص تروح تصوت لكذا في انتخابات السلة او في انتخابات كذا، وبخصوصا انتخابات السلة، رغم انه الراجل ده طلع مرمط باللجنة الاولمبية الارض داخل النادي الاهلي على مسمع ومرأة من الجميع، ومع ذلك يحظى بدعم من رئيس اللجنة الاولمبية. دعم ايه؟ دعم ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ وانتوا بتحبوا كده؟ وفي ايه؟ في ايه؟ انا هادي اهو خالص، خليكوا احسن. زكوا ده في انتخابات السلة وزكوا ده في انتخابات مش عارف ايه. صراحة الامر مش حلو، الامر لا يليق. ده انتوا هتديروا الرياضة في مصر خلاص، ما عادش فيه صلاحيات للوزارة غير الرقابة المالية، انتوا اللي هتديروا. مهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية الذي يساعد فلان وفلان وفلان في الانتخابات، وحضرتك نائب رئيس اللجنة الاولمبية، ومهما بعتوا لي رسالة مش هصدقكم. اذا كان بقى طبيعة الاشخاص الخوف والضعف والجبن دي حاجة تانية، أو أن موقف النادي الأهلي سليم. اللجنة الأولمبية اللي تتدخل أعضائها في انتخابات ملاكمة وانتخابات سلة وانتخابات تنس طاولة وانتخابات رماية وانتخابات فولي، وانت أنت مالك؟ وانتخابات جودو وانتخابات مصارعة، مش دورك يا فندم، مش دورك يا فندم خالص. ويبدو أننا في حاجة لهزة بقى ورجة. لا محتاجين رجة. هنا انا ما بتكلمش على الاعلامي اللي بيتكلم، انا بتكلم على مضمون الكلام. مضمون الكلام اللي بيتقال هنا ان عشان نختصر الفيديو، في البدايه كان في حته بس انا هقولها لحضراتكم، ان الدكتور علاء مشرف بيحاول يبقى وسيط ويقعد رئيس اللجنه الاولمبيه الدكتور هشام حطب. هو احنا دايما مش بندور على الحوار وبنقول نقعد مع بعض، ولما نقعد على مائده الحوار هيبقى فيه ممكن توصل لاتفاق، ممكن توصل لحلول، ممكن تشوف يمكن تقتنع برأيي اللي أنا صح أو أنت بتعمل حاجة غلط، مش إحنا دايماً بنطالب بده؟ فجأة بقى ممنوع ووحش وعيب وكخة وكل حاجة عشان الراجل اتعمل تصريح. وأنا بقول دايماً بالونات الاختبار بيخاطبوا النادي الأهلي عن طريق الإعلام، لأن عارفين 100% إن النادي الأهلي عنده حق، عارفين 100% لمجلس إدارة النادي الأهلي انحاز لجمعيته العموميه، عارفين 100% ان الاهلي عايز يحط لوائحه ومحدش يتدخل جوه النادي الاهلي. ده كلام قلناه كتير. طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه بعد رئيس اللجنه الاولمبيه كان بيدخل كل يوم في البرنامج، وكان كل يوم انت صح وكمل، وكل ده عشان قال الراجل هيقعد مع النادي الاهلي؟ لا، النادي الاهلي هيمشي ورا كلامه اللي عمله بعيد عن اي ضغوط، لان الكبير يقود ولا يقاد. والكبير هنا مين؟ الكبير الاهلي. طالما بقى بنتكلم في الحق، هو الكبير كده تسمع كلامه وتمشي وراه، لان انت ما انا اسف لما نيجي نتكلم على التاريخ، تعال احكي لكم بقى حاجات لازم حضراتكم جه الوقت اقولها لكم. عارفين ليه بنقول نادي الوطنيه؟ هي مش فكره ان الاهلي بيودي لعيبه على مستوى الفرق الجماعيه او على مستوى كره القدم للمنتخبات، هي في نقطه اهم من كده. النادي الاهلي بيفتح الملاعب بتاعته لكل المنتخبات في كل الالعاب ببلاش من غير ولا مليم. واسالوا اللجنه الاولمبيه، اسالوا الطايره واليد والسله، مجمع الصالات بيتفتح لكل الالعاب الجماعيه وكل المنتخبات، بتاخد لعيب جاهز من النادي الاهلي بثقافه الاخلاص وثقافه الانتصار اللي النادي الوحيد اللي في مصر بيربي الناشئ من الكبير للصغير. فبتاخد لعيب مختلف، منتاليتي مختلف، عقليه مختلفه، ثقافة. عشان كده تلاقي 10 من الاهلي في المنتخب، لما يروح 2 و3 تلاقي اخفاقات فيروح راجع بسرعة على مستوى كرة القدم. لا يا عم، ده الناس دي بتاخد دوري وكاس في أسوأ حالاتها. أنا بقى بنتكلم بصراحة. فهو ده أنا ما كنتش حابب، احنا ما بنمنش
على لجنة أولمبية ولا بنعمل كده، لكن ليه ده دورنا الوطني، وده اللي الناس كلها لازم تعرفه بدون ولا مليم. فلما الوزارة تديك فلوس مش كاملة، فانت حضرتك برضو ما بتمنش على النادي الأهلي. ما انا بطلع لك بطل، انا بطلع لك بطل أولمبي وانت بتهدمه وانت تبطله وانت تقول بياخد منشطات، بتحارب ابنك. هي دي الحقيقة. عندنا قاعدة محترمة جدا. محترمة ايه؟ لا مش محترم. عندنا قاعدة ما بتحصلش في غير في لما يبقاش فيه رؤية ومبقاش فيه تخطيط. ايه هي؟ عندنا منتخب مصر ياخد 3 كاس امم وسهل يروح كاس عالم، تلاقوه 3 سنين ما يروحش كاس امم. ده ايه الرؤيه والفيجن اللي عندنا ده؟ احنا ناس جامده قوي في التفكير. ادي دي جزئيه. عندنا ايهاب عبد الرحمن مؤهل ياخد ذهب، تلاقي اضرب كرسي في الكلوب، تحدى القوه، مش عارف، يحصل خناقات، تك تك تك، الراجل قال لك منشطات ما يروحش. عندنا كرم جابر راجل كاركتر، شخصيه غير طبيعيه، راجل تشوف حتى جسمانيا في اللعبه بتاعته حاجه مبشره وحاجه تفرحه. بدل ما السنه اللي بعدها واللي بعدها يكتسح، تلاقيه يجيب لك بطوله ذهب ويتدمر، يعاني عشان يعمل معسكر، ويعاني عشان تصرف عليه، ويعاني ويعاني، ودي يوصل لحس اللي هو بيشحت بعد ما بقى نجم اولمبي وبطل اولمبي، وفي الاخر ننساه ونفتكره بالبطوله ب 10 دقايق بالعقليه المصريه بتاعتنا. الاعلام اللي كان بيتكلم دلوقتي كان بيتكلم على فكره اللجان الاولمبيه عايزه مين في الانتخابات وبتدور على مين. طب ما انت حضرتك كنت بتساند الناس دي الشهر اللي فات قدام النادي الاهلي والناس كلها عارفه. هي دي الحقيقه. ما قلناش الحقيقه الا غير لما ابتدوا يتراجعوا عشان الاهلي، صح؟ اقسم بالله موقف الاهلي صح يا اهلاويه. هتتخلوا عن ناديكوا وتسيبوا المصالح تتحكم في عقولكوا، وتسيبوا الناس تضحك عليكم، وتسيبوا اعلام موجه يعب عقولكم. والله العظيم دي الحقيقه. اللي عايز يصدق يصدق، لان انا مش هحلف تاني في الحلقه، بس انا طول الوقت شرحت لكم موقفنا اهو. لو لقيتونا عملنا غير كده هنبقى كدابين، واليوتيوب ما بيرحمش، هتقول ده بصوا قال ايه وعمل ايه بعد كده. وانا عارف، وعشان كده بيقعدوا يدوروا علينا على الحاجات دي ما بيلاقوش، لان احنا عارفين قلنا ايه النهارده وقلنا ايه من 4 سنين. واللي بيمشي في خط واحد بيريح نفسه، ما بيستناش يبقى خايف من حاجه. فمن هنا شفتوا الكلام ده، بقوا وحشين، بقوا كخه، بقوا بيتدخلوا في امور الاتحادات، بقوا موقف الاهلي هو بقى ما تكمل موقف الاهلي سليم، ما تكمل في طريق تقعد ازاي؟ انتوا مش رجاله ولا ايه؟ عشان اتقال بس هيقعدوا مع النادي الاهلي، عشان لو الموقف اتغير مش هنقول اللي حد وحش. وهي دي الفكره، ما تحطوش في نواياكم امور سيئه. مش هنقول اللي حد سيء، مش هنقول اللي حد كان بيتبنى موقف، هنقول ان النادي الاهلي كان عنده حق، والنادي الاهلي كان في اللوايا حاجات مظبوطه كان بتبنى وجهه نظر خاطئه، او الناس دي كانت وجهه نظرها خاطئه، لكن مش هنتصيد الاخطاء لان احنا كبار. وهي دي الفكره اللي بنوضحها، الكبير مش هيتصيد الاخطاء. ما احنا في مليون واحد معانا عليه حاجات، ما بنعملش كده، وراجعين بعقليه مختلفه وبنتعامل باحترام مع الناس. ليه بتحسبوها كده اللي في الكواليس ممكن يحصل حاجه؟ لا انا هتفضل على الموقف ده احسن يحصل حاجه. مش صح، والله ما صح. فالكلام حضراتكم شفتوه. هنصح ريتشارد والمنوط بيه، مش هقول عشان محدش يرفع علينا قضيه. هخاطب هنا اللجنه الاولمبيه للدكتور هشام حطب، بالمناسبه المهندس انا اسف هشام حطب، هكلمه في الماده. يا فندم انت ليك صلاحيات في الماده 4، بيتقال من الاعلام ومن كل الناس اللي بتطلع اللي المسؤوليه اتشالت، اللي بعد كده اللي هيتحمل مسؤوليه مجالس الادارات وحضرتك، ما بقاش وزير خلاص. فنصيحه من ابنك، داخلين الشهرين اللي جايين، وافتكروا كلامي، هتلاقي الوحيد العبد الله اللي قال الكلام ده، الشهرين اللي جايين هيبقى فيه كوارث، اللي هتلاقيه يسقط قواضي، واللي هتلاقيه مش عارف فين قضيه، مين اللي مين اللي هيشيل الليله؟ رئيس اللجنه الاولمبيه. عارفين ليه؟ الماده 4 يا فندم بتديك الحقوق كلها، وذاكروا القوانين كويس.
المادة 4 بتديك الحقوق، لكن 20 21 بتسلب منك الحقوق. ببقى عبارة عن قاعد على كرسي ولا باليد حيلة. ما عارفين الا فكرة، ما بحبش اتكلم في السياسة عشان محدش يزعل مني. عارفين فكرة اللي انت مش سيد قرارك؟ شمال حاضر يا فندم، يمين امين، حاضر يا ست الوزير، حاضر يا مش شغال، حاضر وبس يا عيني. مسلوب الإرادة، مسلوب الإرادة. ادي دي واحد. رقم اتنين، ما تعديش الأهلي، لأن الناس بتستند بالأهلي. الأهلي عنده حق، وحضرتك عارف اللي عنده حق ده. الراجل عضو الجمعية العمومية أو عضو اللجنة الأولمبية الأستاذ رياض جاسر أو جاسر رياض بيتكلم، ده منك، وشهد شهيده من أهله، شهد شهيده من أهله، هعرضه بعد شوي. لكن أنا بتكلم في إيه؟ بتكلم الأهلي جاب فقهاء قانونيين، جاب خبراء لوائح، مفيش واحد من 17 أو 18 واحد عارفين. الأهلي كان مستحد ومستني واحد يعترض يقول موقفنا غلط. تخيل كلهم اتفقوا إن موقف الأهلي صح، ولا واحد اعترض. فالأهلي هو ده بقى صالح سليم هنا، واستدعي روح صالح سليم، أثبت على موقفي أقاتل عليه، يبقى هنا ماشيين على خطى صالح سليم. مش هستدعي مواقف تانية ملهاش. يا جماعة احنا في عقل. أنا ما بطالبش حد من جماهير الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية. أنا أقول لك اللي أقوله لك، ما تصدقنيش على طول. يا جماعة قمنا بثورتين مش عشان أمين وحاضر ونعم، ولا تعترض للاعتراض. بقول قمنا بثورتين عشان أقول لك وبلور الكلام جوه دماغك، اضربه في الخلاط واطلع بمنتج. فشوف كلامنا صح ولا غلط. هنكذب ليه؟ مصلحتنا ايه؟ هنستفيد من مين؟ فمن هنا شفتوا الكلام بعد ما كان مسانده ودعم وهجوم، او مسانده ودعم بقى هجوم، عشان الناس قالت هنقعد، هيروح يقعد مع رئيس النادي الاهلي. عايزين هزه ورجه ومش عارف ايه. فانا الحمد لله احنا شاربين بريل على راي الاعلام. في ناس محتاجه تشرب بريل كتير قوي، ومش هاخد اكتر من كده. لكن اللي انا عايز اقوله كمان نقطه مهمه جدا، في الكواليس في ناس كتير بتتكلم واراء وحاجات تانية، وفي تخص ال 25 و 26، قوتنا في جماعتنا، وقوتنا اللي احنا نبقى ايد واحده، ما نمشيش ورا الفتنه اللي هم بيعملوها ويناقشوها. يعني هم يعملوا فتنه ويناقشوها، ده غير مقبول بالنسبه لنا. انا قلت الكلام ده مرتين، وشوفوا كلامنا احنا صح ولا غلط. النقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم فيها، الفيديو اللي معانا ايه يا جماعه؟ الاستاذ جاسر رياض عشان ااكد تاني، عضو اللجنه الاولمبيه، قال ايه في احد ندوات النادي الاهلي، عشان حضراتكم انا التوعيه او ضميري قدام ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي هيتكلم ده هو عضو اللجنه الاولمبيه، يعني بيصنع القرار. روحوا شوفوا قال ايه، او تعالوا معايا نشوف قال ايه تاني، عشان تعرفوا الدنيا اتقلبت عليه مجرد ما قال الكلمتين دول. لكن الحق طلع خلاص، فاحنا بنمسك في الحق ما نسيبوش. نروح نشوف، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا زميلكم عضو النادي، اسمي جاسر محمد رياض، وعضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه. عايز اقول لحضراتكم ان الموقف بتاع النادي بتاعنا موقف سليم، ما فيهوش اي غلط. من حقك تحط اللائحه بتاعتك زي ما انت عايز. اللائحه الاسترشاديه اللي اللجنه الاولمبيه حطاها، اللي احنا كلنا اشتركنا فيها، دي لائحه غير ملزمه. بقول لحضراتكم تاني، غير ملزمه. تقدر تغير، تقدر تعدل، تقدر تعمل اللي انت عايزه. حط لائحتك الكلمه للجمعيه العموميه، مش للجنه الاولمبيه ولا لاي حد. قول اللي انت عايزه، بس اخذ الحق حرفه. بمعنى دلوقتي يعني انا بطالب حضراتكم بحاجتين. الحاجة الأولانية، كلنا لازم نروح وكلنا لازم نقول رأينا، ويا ريت لو قدرنا
نحضر كلنا يوم 25، يبقى الكلام ده خلاص اتقفل، ما فيهوش اي نقاش ولا اي حاجة. لو ما قدرناش نتجمع نفسنا يوم 25، مكرم اخاك لا بطل، هنضطر ان احنا نكمل يوم 26. بعد ان شاء الله، وانا متأكد ان احنا هنقدر نوصل ل 12,500 وال 13 وال 20,000 كمان، لان احنا النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير ونادي عريق، وهنقدر واحنا بنبان في الازمات. بعد ما هيحصل هذا الكلام، اللائحة هتيجي اللجنة الاولمبية. ما هوش رأي فرد ولا اتنين ولا تلاتة، ده مجلس ادارة، ومجلس ادارة لا يا فن لا يا فن لا يا فن ده مجلس ادارة، ومجلس الادارة هيقول رأيه، وحنقعد وحنتكلم كلنا وحنشوف. وعلى فكرة يعني في اعضاء يعني محترمين جدا في مجلس ادارة اللجنة الاولمبية من النادي الاهلي، وان شاء الله كل حاجة هتبقى مظبوطة. طيب افرض ما حصلش، وافرض ما اعتمدتش، مش ممكن اللي حضراتكم بتقولوه، الكلام اللي حضراتكم بتقولوه. طيب اكمل حضرتك. افرض ما حصلش، يعني مجلس الادارة ما اعتمدش هذا الكلام، يبقى انت من حقك في القوانين وكراجل كنادي كعضو جمعية عمومية وقدمت، والنادي هنا هوت يقدر يرفع القضية لأكتر من اللجنة الأولمبية المصرية، يقدر يطلع لغاية فوق لغاية اللجنة الأولمبية الدولية، يقدر يطلع لغاية الكاس، يقدر يوصل لأبعد من هذا الكلام. أنا أسف على المقاطعة دي واحدة يا أستاذ. السؤال هل تملك اللجنة الأولمبية المصرية إبطال جمعية عمومية دون سند قانوني؟ أنا ده السؤال اللي نريد الإجابة عليه يا جاسر بيه. أنا بجاوب بصفة بصفة شخصية، أيوة، بصفة عضو في النادي، أيوة، لا أعتقد هذا، لا تملك. أشكرك. شكرا. إيه رأي حضراتكم؟ وشهد شاهد من أهلها زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. الدنيا قامت، انتفضت، اتحركت، والراجل الهجوم شرس عليه عشان قال كلمة الحق. بالمناسبة مفاجأة في حلقتنا النهاردة، أحد العالمين طلب من شوية اللي يحصل رجة وانتفاضة ولا إيه؟ حصل رجة وانتفاضة سريعة من المهندس فرج عامر دلوقتي، ونزل بيان. والبيان ده قبل ما أتكلم فيه لازم كل عضو جمعية عمومية يسمعه، وكمان جماهير النادي الأهلي عشان تعرفوا الحمد لله اللي الواحد بيقوله بيتحقق. اسمعوا رئيس لجنة الشباب المهندس فرج عامر ورئيس نادي سموحة قال ايه. هو كان طبعا الدنيا زي الفل والدنيا تمام، موقف النادي الأهلي ثابت عليه بمنتهى القوة. هقرا لكم سريعا، انا عندي سطرين الأهم لكل أعضاء النادي اسمعوا الكلام المهم اللي حضر النهاردة. وسبحان الله النصر جاي قريب لأعضاء الجمعية العمومية، والنصر جاي لآرائنا اللي بنقولها. ببساطة شديدة وأعضاء كتير عاوزة تعرف، يلا يا سموحة إيه حكاية اللائحة الأساسية؟ واحد، وزارة الشباب أصدرت قانون الرياضة جديد ألزمت جميع النوادي أن تعيد إشهار نفسها مرة أخرى وتعتبر بداية جديدة لكل نادي، والوزارة عاوزة ترفع إيديها من تدعيم جميع المراكز الرياضية والنوادي ماديا، والنوادي عليها تدبر نفسها بنفسها من مواردها الخاصة. والقانون الجديد يلزم النوادي أن تعمل لائحة داخلية لها تسير داخلية لا تسير عليه بما يتفق مع نشاطها وما يتفق مع رغبة الأعضاء. وحددت ميعاد آخر شهر أغسطس 2017 لانتهاء من اللائحة لكل النادي. اثنين، اللجنة الأولمبية عملت لائحة استرشادية للنوادي، مجرد استرشادية وغير ملزمة ولكن في حالة أن أي نادي لم يقم بعمل اللائحة الداخلية الخاصة به، في الحالة دي سوف يتم تطبيق اللائحة الاسترشادية. اسمعوا الكلام اللي جاي، وهو ده اللي أنا هقف عنده. ده اللي بيقوله المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب. اللائحة الاسترشادية بها كثير من الكوارث في بنوديها، لأنها ببساطة لم تفرق بين مركز شباب ونادي اجتماعي زي نادينا، ويقصد هنا نادي سموحة.
ونادي جماهيري زي النادي الأهلي والزمالك بيعتمدوا على الكرة والجمهور. كمان من ضمن البنود أن السماح بدخول أعضاء جدد ولهم الحق عمل أي تعديلات على النادي وبنود أخرى لا تتماشى مع نادينا. بمعنى أوضح هيبقى مركز شباب. يا جماعة أنا هقف عند النقطة دي اللي بيقولها هنا بصفته رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب. اللائحة الاسترشادية بها كثير من الكوارث. اللائحة الاسترشادية بها كثير من الكوارث. أنا مش هقول أكتر من كده. عاش الأهلي ومجلس إدارته. عاش الحق. عاش الحق. قتلوا وإحنا معاكم. وأعضاء الجمعية العمومية معاكم. وجماهير الأهلي معاكم. كل يوم بيعدي يوم بتظهر حاجة، يعني من شوية جاسر رياض عضو اللجنة الأولمبية بيقول لكم إيه؟ لا ما حدش يقدر يتدخل وده النادي هو اللي بيعمله صح النادي الأهلي. وقال بس كمان كعضو جمعية عمومية وعرف نفسه في البداية اللي هو عضو في اللجنة الأولمبية. اتنين آدي رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان قال لك اللائحة الاسترشادية بها كوارث. الله، هو الأهلي فجأة بقى حلو؟ مش اتقال من أسبوع عايزين اعتذار من رئيس النادي الأهلي؟ رئيس الأهلي لما يتكلم في الحق الكل يقف يسمع. رئيس النادي الأهلي مش اللي يتقال له تعالى اعتذر. هي الدنيا جرى فيها ايه؟ في واحد أهلاوي جدع بيخاف على ناديه وسمعة ناديه حتى وهو مختلف يسمح اللي يتقال لرئيس ناديه كده؟ احنا العزة والكرامة اللي بجد. احنا نادي القرن ما جاش من فراغ. الكبار اللي قابلينا حسن حمدي الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب والمستشار او الفريق مرتجي والكابتن عبده صالح الوحش وغيره 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 وغيره. انا اسف لو نسيت حد. نختلف على اشخاص لكن ما نسمحش بحد يهين رموزنا ولحد يقول لك رئيس الاهلي اعتذر. مش هنتعامل الا غير لما يعتذر. في اهلاوي يقبل الكلام ده؟ الكبار ما علموناش كده، علمونا الكرامة، علمونا العزة، علمونا الاحترام. فمش فاهم الدنيا اتغيرت ولا ايه؟ وهنا هرجع خاطئ اللي بيصحى من النوم ما عندهوش حاجة يفكر فيها غير يهين الناس. يا ابني انت اهلاوي ازاي؟ انت زيك زي اللي بعتوا الرسائل دول. في اهلاوية جدعان بعتوا لنا عايزين يعرفوا الأسماء. قلت لكم مش هنقول. وفي صحفيين اتصلوا من شويه وبعتين رسائل عايزين يعرفوا الاسماء هي مين. هي اسماء هي اللي هتكشف نفسها بنفسها، لكن صدقوني ده اتقال من اسبوع عشان نعمل مش عارف ايه. رئيس الاهلي اعتذر. اعتذر ايه يا راجل؟ انتوا كل يوم بكلمه يا راجل. يا راجل النادي الوحيد اللي ماشي بنظامه. مش متأثر بحاجه وبيحقق بطولات. وأنديه ثانيه اقسم بالله رؤساء الأنديه مدربين ولاعيبه ومخططين أحمال ودكاتره وفي كل حاجه بتشوفوا ده في الأهلي. يا جماعه أنا فخور بناديه لما بيحصلش، حتى لما بيحصل اهتزاز ما بيحصلش فيه الثوابت دي، ما بيحصلش فيه الكلام ده. عشان كده الكلام اللي قاله المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه وهو اللي قاله انا ما جبتش حاجه من عندي دلوقتي حالا يخلي فيه تحدي جديد عند اعضاء الجمعيه العموميه. روح بقى روح بقى، ده تحدي. الناس كلها بتتراجع وانا في الاخر اتخاذل. اللهم بلغت اللهم فشد. نروح نشوف في واحد بيقول للناس ما تروحوش بأنه صفه وايه وظيفتك وبتخاطب الجماعه العموميه تقول لها ما تروحش ليه؟ تعالوا نشوف. رايح مش رايح لانه انا ما بصم مش هبصم بتكلم عن نفسي. خالد توحيد عضو النادي الاهلي منذ عام 92. نعم.
ما هو حجم عضو الجمعية العمومية؟ ما هو حجم مشاركتي في صياغة هذه اللائحة؟ صفر. وأنا أربأ بنفسي إن أنا أروح أبصم. طيب مبدئيا أنا لما بقول كلمة أنا مسؤول منها، ولا بتوارى ولا بروح شمال ولا يمين، إحنا لاين واحد بنتكلم. حضرتك بتقول عضو الجمعية العمومية، على فكرة اتشال من الفيديو أمور أنا قلت للمخرج وقلت لفريق العمل ما يشيلهاش، أنا هكملها لحضرتك. تكملة الفيديو اتقال اللي ازاي اللايحة ما تجيليش على البيت، لأن في مسؤولين داخل الأهلي قالوا إن اللايحة هنجيبها لكم لغاية البيت. يا بيه، ده المايسترو العظيم صالح سليم كان متواضع وما كانش ديكتاتور، بالبعض عايز يصور ديكتاتور اللي هو ديكتاتور ويقول لك تجي لي لغايه البيت. هو مين حضرتك عشان نجيب لك لغايه البيت؟ هو مين حضرتك اللي يقول لك الفيديو كامل وموجود وفي الحلقه الجايه هعرضه كامل عشان قلت لهم ما يتشالش؟ من ضمن الكلام اللي اتقال، انا هعلق على الكلام اللي اتقال الاولاني، لكن اتقال انا اتقال لي ان اللائحه هتجيلي لغايه باب البيت. ليه يعني يا اخي؟ ده اكبر ما فينا اخلاقياته عاليه ومتواضع وبيحترم الناس، ف يعني ايه تجيلك لغايه البيت؟ انت مش اهلاوي وخاف على مصلحه الاهلي تروح تاخدها اللائحه من النادي؟ على راسك ريشه اجيبها لك لغايه البيت؟ هو في ايه؟ ايه اللي جرى في الزمن اللي احنا فيه؟ بالمناسبه حضرتك قلت انا عضو من 92 ومش بابصم ولا حد قال لي اشارك. حضرتك مش راجل قانون، حضرتك صحفي. في صحفيين كبار جدا وفي صحفيين وسط وفي صحفيين صغيرين لسه بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هصنف، كل واحد يصنف اللي يصنفه، لكن انا بكتب قانون. استدعي حضرتك ليه؟ استدعي رجائي عطيه، المستشار رجائي عطيه، رجل قانون هيفيدني. استدعي قامه قانونيه، هستدعي محمد الدكتور محمد فضل الله خبير، الراجل في اللوائح والناس اللي تستفيد منه في الامارات. هستدعي المستشار عبد المجيد محمود راجل النائب العام في مصر، كل دول ولاد الاهلي واعضاء في الاهلي. هستدعي الدكتور علاء مشرف بخبرته، النادي الاهلي استدعى 17 فقيه قانوني. هستدعي صحفي ليه؟ عشان تساندني بمقاله. وحضرتك بتكتب فين؟ لو ده المبدا، المايسترو صالح سليم قبل مباراه الترجي، قبل مباراه الترجي للاهلي تعادل فيها بهدف سيد عبد الحفيظ وصعدنا المباراه النهائيه واخدنا بطوله افريقيا، قعد معانا اجتماع، الاجتماع اتقال لنا فيه حاجتين. لو انتوا بقى عايزين تعرفوا حقائق اسمعوا التاريخ. واتشرف وتواجدي في النادي الاهلي كان المايسترو صالح سليم كان موجود، كان الاجتماع في احد الفنادق في مصر الجديده، كان مدير الكوره الكابتن ثابت البطل، كان المدير الفني مانويل جوزيه. الكابتن صالح سليم قال لنا حاجتين، اللوائح لا تليق باسماء النادي الاهلي والدنيا اتغيرت فهنزود المكافئات شويه، والحاجه الجايه اللي انا جاي اقول لكم عليها مفيش يأس جوه النادي الاهلي، في حاجتين مهمين، ما ترميش ودانك للاعلام والصحافه، انت الاهلي. كل الاعلام والصحافه يجروا وراك انت ببطولاتك بانجازاتك. ما ترويش ودانك، وعندي ثقه كامله فيكوا اللي انتوا هتصعدوا وهتاخدوا البطوله، ولما ترجعوا هصرف لكم مكافاه قبل النهائي في اللوائح الجديده اللي انا عملتها. حد عايز يقول حاجه؟ اصغر واحد يتكلم، وده اللي قاله الكابتن صالح سليم. فالمتغطي زي من شويه عرضت لحضراتكم، المتغطي بالاعلام واللي بيفكر اللي هو حد يسانده صدقني عريان. وده اللي علمه لنا المايسترو، لو انتوا بقى عايزين تعرفوا حاجات كتير نقول لكم. فمن هنا عضو من 92، امال العضو بقى اللي يزعل اللي هو من السبعينات بقى والثمانينات، ما هو ده يزعل اكتر منك. هو كل واحد يطلع الاعلام يطلع لنا بكلمتين؟ بالمناسبه ممكن حضرتك ما كنتش شاركت لان معروف انتماء حضرتك زملكاوي. الاستاذ اللي اتكلم من شويه قدامكم في الصوره على مسؤوليه شادي محمد كابتن النادي الاهلي العاشق للنادي الاهلي، العاشق للنادي الاهلي
اللي بيخاف على كل نقطة جوه الأهلي هو وناس كتير. أما أقول لكم معلومة تصدقوها، الأستاذ اللي اتكلم هو زملكاوي. الأستاذ اللي اتكلم كان بيقدم الاستوديو التحليلي في قناة النادي الأهلي، ونجوم الأهلي العظام الكبار اللي حاولوا اللي بيتكلموا في الكورة كانوا في البيت، كانوا في البيت ما كانوش بيشتغلوا. أنا مش من حقي أتساءل ليه، ماليش دعوة، بس لما أقول حاجة وأقول معلومة لكل الأهلاوية والأعضاء الجمعية العمومية اسمعوني، فما تطلع علينا تقول أنا مش هروح عشان بتدعو إن الناس ما تروحش، وأنت بتقول لي أنا عضو جمعية عمومية. انتمائك الشخصي هو اللي طلع علينا، انتمائك لنادي زي. أنا أحترم الزمالك وأحترم كل عضو زملكاوي، لكن النوايا ما أقدرش أدخل فيها. فحضرتك زملكاوي، أنا بقول في قناة الأهلي أهو، أصل بقى إيه الشطارة، كل إيه كل واحد عنتر ماسك سيفه واحنا نستخبى، مش هنعمل كده. لا، الاستاذ زملكاوي وبيدعو اعضاء الجمعيه العموميه ما حدش يروح، وده تحدي جديد لاعضاء الجمعيه العموميه اللي الكل لازم يروح. كان رئيس قناه الاهلي في يوم من الايام وكان زملكاوي. طيب اقول ايه تاني؟ اقول لجمهور الاهلي ايه؟ اقول له حاجات كتير جوايا نفسي اقولها لك، وامشي ورايا وصدق. انا اسف، مش هقول كده، نفسي حاجات كتير احكيها لك جوايا، ومش بكذب عليك، انتوا الاهم عندي. وبخاطب رجل الشارع البسيط من الاهلاويه اللي بيوصل لي، اللي بيقعد في الحتت الشعبيه شغل قناه الاهلي وعاشق للاهلي ومتعصب للاهلي، دول بخاطبهم. ما بخاطبش حد بيقعد يتفزلك ومفكر نفسه صانع الامجاد وهو اساسا ما عملش اي حاجه للنادي الاهلي. وهنا اقصد المجاميع اللي على الصفحات المعموله اللي من اول يوم عشان تشتم وتغلط وما بتحترمش ولا رموزها ولا نجومها. الاستاذ كان طيب، هكلمكم كوره وتعرفوا قد ايه الواحد ذكي جدا وممكن. طيب انا النهارده كان الاستاذ اللي اتكلم من شويه بيدعو الجمعيه العموميه ما تروحش، اللي هو زملكاوي، كان قاعد في الاستوديو التحليلي والاهلي واخد الماتشات. طيب ممكن اسال سؤال؟ لو سالته حول لي خطه من 4-3-2-1 اثناء المباراه، حولها لي ل 4-4-2، هيقول لي ايه؟ وبيزعلوا يقول لك بتوع الكوره بيقدموا برامج هم اللي بوظوا الكوره. ما باظتش، سيبوا بتوع الكوره يكلموكوا في الكوره، مش هيكذبوا عليكوا. بتوع الكوره هيطلعوا عليكوا هيقولوا لكم افتحوا الاستادات. الشريف هيقول لك دخل الجماهير، هيقول لك خرج المحبوسين، ده بتاع الكوره. لكن لما اقعد في استوديو وابقى فنيات ماليش علاقه بيها، واقعد اسمع منك الفنيات والمصحف، انتوا اللي دمرتوا الرياضة 20 سنة، دمرتوا الرياضة. وفي الآخر أنا بقول أهو مرة تانية وتالتة ورابعة ومليون، زملكاوي. يطلع بقى اللي يكذب ويطلع يقولوا اللي يقولوه. اسألوا اللي عاش جوه الأهلي ويعرف تاريخ الناس كلها. لو حضرتك دخلت 92 كنا بنلعب منتخبات ونزور النادي الاهلي واحنا لسه صغيرين في منتخبات اولمبيه ومنتخبات ناشئين، وصحفيين كبار قوي دلوقتي كنا موجودين، وكنت صغير في السن لكن اعرف انتماءات الناس كلها، واعرف مين اللي بيحب الاهلي بجد، واعرف ده راح المكان ده ليه، واعرف ده اشتغل هنا ليه. وتلاقي ناس مغيبه الطالب لحد زملكاوي يجي يشتغل في قناه النادي الاهلي يقول لك مش عارف ايه. اقسم بالله اللي بقوله حقيقه. يلا بقى تاني، هي دي الحقيقه ومش هقدر اكذب، لان كل يوم قبل ما ادخل دعاء بيتقال، اللي مش هنقول غير الحق، مش هنكذب. انا عارف ان الكلام ده ممكن حد يزايد عليه، وعارف ان الكلام ده ممكن يضايق البعض، لكن انا ما عنديش استعداد. الظهير اللي ورانا جمهور الاهلي مش عايزين نخسره الحقيقي، ما ينفعش نكذب عليه. فالفيديو اتقال اهو، انا عضو من 92 وما بصمتش، واللي انا شايفه باللايحه ولا مش عارف ايه صفر.
ما انت هتشوف كل حاجة صفر، لأن دمك مش دمنا، ولا لونك لوننا، ولا حبك حبنا، ولا تشيرتك تشيرتنا. أقولها لك تاني، ما هو لازم تقول أي حاجة في الأهلي لازم تقول صفر، لأن ولا لونك لوننا، ولا تشيرتك تشيرتنا، ولا تشيرتك تشيرتنا، ولا بطولاتك بطولاتنا، ولا حبك حبنا. احنا كده بنعرف على طول نطلع الناس اللي ما... وبالمناسبه بيظهر في ناس تظهر في احد البرامج تلاقيها قبلها بست اسابيع قبل السنه ما تخلص يوزع الجوائز على الكيف. لا يشرفني، انا مش بتاع جوائز، انا خدت جوائز مش لاقي لها مكان في البيت اشيلها فيها. يكفينا فخر الجيل اللي كنا معاه، ثلاثة وسام جمهورية، تالت عالم افريقيا. ايه عيسى حياته كان بيتضايق مننا من كتر ما زهقنا احنا بس اللي بناخد بطولة افريقيا. بس اكيد انت كنت زعلان، اكيد اتصور كده. فالاهلي مش صفر، عمره ما كان صفر، ولما يطلع سيزون ما ياخدش حاجة يجي السنة اللي بعدها ياخد الخمس بطولات. ده الاهلي اللي مش بسرعة، فكله بقى بنسيب جلد الناس اللي احنا منها عشان بيحصل اخفاقات، ونركز مع الاهلي وكل يوم مع الاهلي في ايه. فما عندناش غير ده نقوله قولا واحدا. فمن هنا هقول حاجه اخيره، فظهور في البرامج في التوقيتات المعينه والجوائز المعينه والناس كلها عارفه كده الواعيين، عملتوا ايه بال طب قضيتنا كانت الجماهير. عملنا، كنت لسه ببتدي بقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما حد حاول رئيس نادي يقرب من البرنامج الاهلاويه انتفضوا، رئيس الاهلي انتفض، كل واحد اهلاوي انتفض، لان مش الاهلي اللي تدخل جوه البيت وتحرك الكوبايه دي زي ما انت عايز، وده لا وده يمشي وده يقعد. عارفين ايه اللي حصل؟ احكي لكم. كنا عاملين حمله لا للتعصب، واول ما عملناها دخل معانا 17 موقع بعد 3 ايام، يوم سابع ومواقع محترمه والمواقع الثقيله، ورضوان الزياتي الجمهوريه ومسا، وادونا عايزين كان نعمل حفله لكن ما كملتش، لان كنا ناس بتحاربك مش عايزه جماهير، مش عايزه جماهير. انا بحكي لكم واقع حصل. عارفين اللي بعدها حصل ايه؟ عملوا حاجه اسمها، نفس الشخص اللي كان بيتكلم من شوية عملوا حاجة اسمها مدرجات مش عارف ايه. ده ممكن هم كأشخاص ما دخلوش فيها، ما سمعناش عنها اي حاجة، وقال لك المبادرة نجحت ومش عارف مدرجات بدون مش عارف ايه. اللي يجي يدعو الحاجة يبقى عنده ايمان. لما انا ادعو اساند النادي الاهلي فعندي ايمان وحب واخلاص للاهلي، فحمشي ورا الاهلي عشان عنده حق. فانت كلكم ما عندكمش ايمان بالجماهير، ما عندكمش ايمان تعملوا حوار مع الجماهير، فتطلق لي مبادره وانت ما عندكش ايمان بحاجه معينه. هاتولي مقاله واحده كتبته عوده الجماهير، هاتولي استراتيجيه اتكلمتوا فيها على عوده الجماهير. لما جيتوا تقولوا عوده الجماهير من السنه الجديده قلتوا جمهور الاهلي يقعد في التتش 5000، ويقعد في الاتحاد السكندري في استاد اسكندريه يقعد 5000 والماتش بيتلعب في الانتاج الحرق، ولما الاهلي يجيب جون نجري على جماهير انا مش مصدق، مش مصدق عقليات بتعاملنا في 2017 بالكلام ده، والله ما مصدق. هتقولي واحد قال الجماهير محبوسه غير البرنامج ده، ومش عشان شادي محمد اللي بيقدمه، خلي بالكم منها يا سياده الوزير، اسال على الشباب ده شوفه لو غلطان سيبه ما تقربش، لو هو مظلوم هو في جنبه. الزمالك جمهوره نفس الموضوع، لو غلطان افرمه، لو ما عملش حاجة هو في جنبه. مش كلمنا الكلام ده، لكن يكلموك عن مبادرات ومش عارف ايه، ولا عمرهم ايمانهم داخليا مش مقتنعين بحاجة اسمها جماهير وتشجيع. يستنوا يقول لك شمروخ يا بيه، طب ما تعالجه اعمل معاه حوار، لو منظر كويس بس الشمروخ الواحد دوت. طب هو الشاب بيقول لك يعبر عن الفرح، طب ما تقول له دي غلط دلوقتي لغايه لما الدنيا تتظبط ونعملها بتوقيتات معينه. مين قال ده؟ مفيش، مش مذاكرين،
مش عارفين مش فاهمين. واكتر حاجه تسمعها زي القوانين، واحد يكلمك عن قانون وهو مش فاهم قانون. يا ابني ما انا عايز اسمع قانون من اهل القانون، عايز اسمع. ما انت مش هتفهمني هتقعد تكلمني، ما انت مش فاهم اساسا. الفهلوه مسيطره، المحسوبيات مسيطره، الزباين الملاكي في البرامج مسيطره. نروح نشوف شبانه قال ايه ونرجع لحضراتكم. ايه المصيبه والجرم اللي بيعمله مجلس محمود طاهر علشان يحسسونا انه يعني كارثه الكوارث لو عمل جمال عمية على يومين؟ مع انه لو جينا هنتكلم لوجيك، والله العظيم هنتكلم لوجيك. يعني على فكره انه حتى في برامج وشاشات وبتاع في ظهر المذيع هتعرفوا السر، يعني لو ركزتوا في ظهر المذيع هتعرفوا السر. بلاش احنا نقول، اهو الراجل بصفته رئيس تحرير الاهرام الرياضي بنبارك له. يعني استاذ محمد تربطني علاقه به، استاذ محمد شبانه، من وقت طويل جدا، وتربطنا علاقه احترام شديد جدا. احيانا نختلف مع بعض في بعض الامور كده، ولكن انا على المستوى الشخصي بشوفه بيدخل في قضايا مهمه، مش عشان قال الكلام ده ولا حد يقدر يملي عليه. طب الراجل حضراتكم سمعته، بلاش اعلق على كلام ده كمان، ما مش عايز اقول عيبي الواحد يقول يعني. ده راجل رئيس تحرير الاهرام الرياضي، رئيس تحرير الاهرام الرياضي. فالراجل شاف حاجه معينه زي ما احنا شايفين، احنا قلنا له قول كمان ولا حد قال له املى عليه؟ هو شاف المشهد فطلع في برنامجه الصبح واحنا دورنا نرصد. ايه راي حضراتكم؟ برضو احنا واخدين اتجاه ولاين واحد، ما هو الراجل اهو، وعرضنا لحضراتكم وبنقول لكم اللي لاي حد هيجي هنا يحاول يكلمنا عن مفاهيم وحاجات هنقول لحضراتكم، بنرصد وبنقول لحضراتكم. وفي نفس الوقت مش هتلاقوا لفظ ولا جمله ولا حرف في اهانه لاحد. وناقشونا. ف استاذ محمد شبانه الراجل اتكلم اهو، والراجل قال اهو، وشايف نظره طب انا مش فاهم، مش عايز اقول كلام متكرر. فده تحدي لجمعيتنا العموميه، وتحدي الامور دي كلها خلاص بقت قدام عينيكم، خصوصا بعد خطاب المهندس فرج عامر اللي انتم شفتوه، خصوصا بعد اللجنه الاولمبيه لما اتكلم. الاهلي، النادي الاهلي بيعمل ندوات جوه بيته يسيبوا المضمون بتاع الموضوع ويقول لك 20 5 لا 3 اللي حاضر. يا عم ان شاء الله واحد، والواحد ده جاب 1000 واحد. المضمون هنا كان فكره واحده، المضمون كان الاهلي بيت الديمقراطيه الحقيقيه. النادي الاهلي كان نادي الحوار المجتمعي، بيخاطب اعضاء جمعيته العموميه، ايه رايكم؟ اتراجع ولا اكمل؟ الكل بسيداته وبشبابه كلنا في ظهرك، كمل ده طريقنا. فمن هنا الراجل انحاز لجمعيته العموميه. معانا فيديو كمان لمحمد شبانه قال فيه نقطه مهمه جدا بالنسبه للناس اللي ما بتناقش، ويقول لك اللائحه الاسترشاديه حطب هو اللي عاملها واللي بيناقشنا مش عارف مين. نروح نشوف برضو رأي الراجل، مهم جدا نسمعه. اتفضل. وحتى الآن برضه أنا مش فاهم ليه المهندس خالد عبد العزيز هو اللي بيطلع يرد. هو يا جماعة هشام حطب فين؟ يعني الوصاية دي؟ يعني حد يتكلم عليا أنا فيطلع الذكر قدامي يرد عني؟ يعني هو قدامي قاعد قدامي أهو. انا بعرف ارد برضه، اعرف اتكلم، وطالما الكلام موجه، طالما انا مالي مركزي وقاعد على الكرسي يعني ومفنشخ عليه كويس جدا واعرف ارد. ولا مين اللي عامل اصلا اللائحه الاسترشاديه والقانون اصلا؟ يعني اذا كان الراجل اللي القانون مديله الصلاحيات ان هو يتحكم ويرد مستخبي مأنفد معرفش فين، يعني على فكره ده احنا يعني ده في ميكروفون ماشي في شوارع اللجنه الاولمبيه بيقول اللي لك المهندس هشام حطب بيخليه يكلمنا. يعني ده الراجل مش موجود، زي الناس اللي تايهه كده. ما هو ده اللي احنا قلناه، ما قلناهوش النهارده، قلناه من اسبوع فات. مش انا النادي الاهلي لما راح مجلس الشعب المفروض راح يناقش اللائحه الملزمه دي اللي قال عليها المهندس فرج عامر، مش انا.
انا قلت كذا مره بس الحمد لله اللي هو قال النهارده. وراحوا مجلس الشعب وهم قاعدين لقوا اللي بيناقشهم سياده الوزير خالد عبد العزيز، ما لقوش الدكتور ولا المهندس هشام حطب. طب وحد عامل حاجه روح اناقش حد مش هو المنوط بيه الموضوع؟ مش انتوا اديتوا الصلاحيات للجنه الاولمبيه؟ في حاجه غلط كلنا شايفينها. ونصيحه بخبره سنين طويله، حضراتكم كنتوا في مناصب تانية بعيد عن موضع المسؤولية واحنا كنا عايشين جوه الأهلي. بلاش حد يظلم الأهلي، والأهلي لما يقاتل على حق من حقوقه، لأن جماهيره وأعضاء جمعيته العمومية لما بتنتفض بتخاف على ناديها وبتعشق ناديها قوي. صدقوني النادي الأهلي بيقاتل على حق من حقوقه، عشان كده احنا بندعم وبنساند أيها المسؤولون أو أيها المسؤولين. يعني اسمعوا كلامنا، تعبنا من كل يوم بنوصل رسالة. النادي الأهلي موقفه سليم؟ أه موقفه سليم. كمان حصل تليفونات مع المستشار رجاء عطية وهي دي الحقيقة. الراجل النهارده يعني نزل كلام على صفحته محترم جدا عشان ينأى بنفسه من الكلام اللغط اللي بيتقال. وجه رسالته لأعضاء الجمعية العمومية، روح 25 وروح 26 انصر ناديك، عشان حاولوا يدخلوه. الراجل كان مسافر، في جملة مفيدة وهو شخصية محترمة جدا. فالراجل النهاردة خلص الموضوع، كل الناس خلصت الموضوع، حتى المهندس ورج عامل خلص الموضوع. طب عايزين ايه تاني؟ طبعا مش عارف الاتجاهات بعته بقى ايه. هل هنهاجم بقى دلوقتي المهندس ورج عامل بعد الكلام اللي قاله؟ هل هنهاجم بتاع اللجنة الأولمبية وهنمنعه في الكواليس يقول أي حاجة تاني؟ مش عارف. حتى الراجل على المستوى الإعلامي ما بقاش يظهر وممنوع من الإعلام، الله أعلم برضو ليه كل ده موجود. يا جماعة جاي لي رسالة، في محامي مش هقول في أي فرع، اتفقت مش هقول أي فرع، في محامي عايز يدخل معانا من النادي الأهلي، وأنا هو بعت لي رسالة وكويس اللي أنا افتكرت، عايز يدخل قبل الهواء. وده واجب على أي حد يدخل، أي حد أهلاوي ده بيتك، أي حد أهلاوي عايز تقول أي حاجة اتفضل. لا مكان للتانيين تاني، لا مكان للتانيين تاني بلا رجعة. ففي محامي من أبناء النادي الأهلي يحمل عضوية النادي الأهلي والناس كلها عارفاه، خصوصا الوزارة واللجنة الأولمبية. حاولوا يا جماعة تدخلوه معانا قبل ما نتكلم في تفاصيل تانية. فأنا هنهي كل القصة اللي حضراتكم شايفينها لكل الأطراف. مجلس المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي لما بياخد موقف بعد دراسة وبعد عناية وبعد استشارة القانونيين الكتير جدا غير مقبول التراجع، ده نهجنا وده عهدنا على كل رؤساء النادي الأهلي. كمل، وكل الشرفاء الرجالة اللي بيعشقوا النادي الأهلي وراك، حتى اللي مش مقتنع وهيقول لأ روح وقول لأ، وروح وقول اللي انت عايزه، واحنا مش بنجبرك تقول لا والله بالمناسبة عشان محدش يفهم كلامنا غلط. لكن في ناس كتير بتخاف على النادي الاهلي وعارفة اهمية المرحلة اللي احنا فيها. ولو عايزين اقول لكم بعض البنود للتوضيح اكتر، اللائحة الاسترشادية دي فيها ايه؟ فيها اللجنة الاولمبية تفصل لك عضو مجلس ادارة عندك، فيها لما تروح تلعب ماتش ودي تروح تستأذن الجهة الادارية، فيها مش عارف البند اللي الأداء الخدمة العسكرية واللي دفع غرامة يدخل عادي، وفيها وفيها ازدواجية الجنسية، مش عارف فيها أمور كتير أنا مش هتكلم معاكم فيها لأن قلت لكم القانون لا للقانون، بس احنا بنقول لكم اللي مذاكرينه. فرسالتي لمجلس إدارة النادي الأهلي وخصوصا المهندس محمود طاهر، كمل في طريقك، ده الحق بعد ما احنا سألنا وبعد المواقف اللي احنا بنشوفها. والجماعة العمومية انت رميت الكورة في ملعبها تقول كلمتها، لكن كان هيبقى صعب جدا علينا عدم انحيازك لجمعيتك العمومية، كان هيبقى صعب علينا جدا لو ما كنتش عملت كده وكنت تسيب اي مخلوق يملى علينا اللائحة الاسترشادية. رسالتي
لكل اعضاء الجمعيه العموميه، مش هقول لكم روحوا لان خلاص حجم المسؤوليه بعد كلام النهارده والحلقات اللي فاتت الدنيا بانت قدام عينيكم، اللي بيتراجع واللي ترج زي ما الناس طلبت واللي شرب بريل. ف اللعبه دلوقتي ده جزيره ولا مدينه نصر ولا شيخ زايد، احنا كلنا واحد، الكل في واحد، احنا ايد واحده، احنا كلنا اهلي، احنا كلنا اهلي، كلنا اهلي. دي رسالتي ليكم ومسؤوليتكم، الكوره بقت في ملعبكم يا اعضاء الجمعيه العموميه يا محترمين. كمان الحاجه الرساله للمهندس خالد عبد العزيز، انا على المستوى الشخصي بحترمك جدا واستغرب الظهور الاعلامي في احد القنوات، هتقول لي قناه النيل او بتاع، انا احترم اي قنوات في الدوله وشرف ما بعد وشرف اللي بيشتغل في المبنى العظيم اللي هو مدرسة، اللي ما خرجش منه ما تعلمش حاجة. لكن في القنوات الخاصة التجادل، أنا أربأ بحضرتك وللأمانة والله حبا في حضرتك، لأن أنا أعلم تماما وحضرتك تعلم تماما اللي أنا بحترمك جدا جدا جدا، لكن حضرتك ملك كل الناس، فاللي يبقى معايا هو اللي أنا ملكه. فأنا أربأ بالكلام ده لأن أنا أحترمك جدا ومش هقول أكتر من كده، لكن مع ندية في موقفه، وحضرتك تعلم تماما في الكواليس اللي أنت قادر المشاكل دي كلها تتحل، وحضرتك تعلم تماما بالقوانين واللوائح اللي النادي الأهلي موقفه صح وموقف مجلس إدارته صح، لأن المكتوبة البند واضح، اجتماع خاص، مفيش حاجة اسمها يوم ولا يومين ولا ثلاثة، أنا كررت يومين. وعشان ابقى امين مع حضرتك اكتر ومخلص معاك اكتر، لما حجم المشاركه هيبقى اكبر في عهدك هيتقال ايام وزير الرياضه المهندس خالد عبد العزيز، اول مره تحصل في التاريخ 50,000 يحضروا للاهلي و40,000. في عهد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه حضر الجماهير، حضرت 10,000 اول ما ابتدى الدوري و15,000. في بعض الامور اللي تعلي المسؤول عمرها ما تقلل منه، والتراجع مش عيب في بعض الامور لما احس عادي، ووارد لحضرتك اه مش في ايدك الموضوع، في ايد اللجنه الاولمبيه، بس برضو عارف اللي في ايدك تخلص كل حاجه. رسالتي لرئيس اللجنه الاولمبيه، حضرتك انا بنصحك، القواضي دلوقتي السجن بقى موجه لك انت ومجالس الادارات، القانون الجديد بيقول كده، في ناس اتشال خلاص، الوزاره ما بقتش في القصه دي ملهاش علاقه، ففي كده كده هيبقى في قواضي. اللهم بلغت اللهم فاشل، ادي واحد. اعضاء الجمعيه العموميه اللي مع حضرتك الكل عارف ان موقف الاهلي سليم، نصيحه حضرتك ما تتدخلش في انتخابات الانديه لان هتتاخد عليك ومش هتبقى ليك. تلاتة واربعة ومليون الاهلي كبير، وخطواته اللي واخدها انت تعلم ما بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى، لتحركات الاهلي صح بعد مواقف الناس المؤيدة سواء اعلام او مسؤولين، النهاردة بيقولك دي فيها كوارث، ده ما كانوش بيقولوا الكلام ده خالص. فانا بقول لك خلي بالك هتبقى لوحدك بين خبرة سنين طويلة، وانا لاعب كنا بنشوف امور وايه ده؟ ايه اللي اتغير فجأة ده؟ هتبقى لوحدك ومش هتلاقي حد معاك، والكل هينط من المركب وهتشيل الشيلة من ابنك الصغير بيقول لك الكلام ده وملهاش علاقة هنا بالنادي الاهلي، وخليك فاكر كلامي. وده في المستقبل القريب جدا، شهر شهرين ثلاثة هتشوف الكلام ده بيحصل، وخليك برضو فاكر كلامي. فما تخسرش الكبير اللي هو الناس كلها بتمشي وراه. هنطلع تقرير دلوقتي مع مروان هشام عضو مجلس الإدارة، وفي فاصل وبعدها استقبل ضيوفي سيدات الأهلي اللي وقت الشدة بيبانوا رجال، وبناء على طلبهم موجودين، وبناء على فكرة الحلقة اللي هم كلمونا فيها يبقوا موجودين، ده بيتكو الحلقة كلها النهاردة حتى مداخلتها مع نساء النادي الاهلي. اسيبكم مع مروان هشام وفاصل واستقبل ضيوفي.
اللائحة ده حاجة مهمة جدا لكل الأندية اللي في مصر، لأن كل نادي أضرب الظروف بتاعته وأضرب المرحلة اللي هو فيها في الوقت ده، فمحدش هيعمل لائحة لكل نادي غير يعني أحسن من مجلس الإدارة بتاعه، لأنه على دراية كافية بكل الأمور المالية والاجتماعية والرياضية، فده طبيعي جدا. أنا مبسوط جدا إن هليوبلس الجمعية اكتملت ولسه بدري كمان، ده اكتملت من نص ساعة ولسه بدري، بس أنا برضو عندي ثقة في جمال عمية بتاعت النادي الأهلي، وإحنا مستنيينهم الجمعة والسبت الجايين إن شاء الله، لأن الـ 12,000 ونص دول مش صعبين، لو الناس عندها إرادة شوية أكيد الناس هتبقى موجودة. هو مش موضوع تحفيز، هو الفكرة كلها أنت عايز اللايحة بتاعتك بتاعت النادي الأهلي، ولا أنت عايز تمشي على لايحة يعني مش عايز أعلق عليها قوي، إنما الفكرة كلها أنه طبيعي جدا إن إحنا عاملين لايحة تليق باسم النادي الأهلي، يعني تنفع الوقت اللي إحنا فيه جدا، مش عايزين حد يحدد لنا مصيرنا. يعني النادي الأهلي ما ينفعش حد يحدد له مصيره، ما ينفعش حد يقول له يعمل ايه وما يعملش ايه، يعني احنا مش محتاجين حتى مساعدة من حد، احنا نعرف نقوم بالترتيبات اللازمة ونعرف نعمل لائحتنا كويس قوي، واعتقد ان ده جاهز دلوقتي، مش ناقص غير بس ان الاعضاء تيجي، واتمنى ان هم يجوا بغض النظر، وحتى لو هم مش عاجبهم اللائحة يجوا يقولوا لا ما عنديش مشكلة، بس لازم بس يكون في فعالية شوية، لان العدد كمان يفرق كتير، كل ما العدد بيزيد كل ما انت بتعرف ان الناس واعية وبتعرف ان الناس موجودة ومش ناسية، وده اللي بتمنى منهم يعني ان شاء الله. احنا ما فيش حاجة اسمها عدم قانونية، لانه القانون موجود للجميع، هي يعني مش حاجة مستخبية، يعني ما فيش في القانون ما يمنع ذلك، انا مش قانوني وما بفهمش في القانون، بس يعني كل المستشارين والقانونيين اللي احنا سألناهم، وهم مش ناس قليلة في البلد، يعني هم من اشطر الناس اللي موجودة في مصر، يعني كلهم بيقولوا ان ما فيش ما يمنع، فاحنا مكملين زي ما احنا. الجمعية العمومية ان شاء الله هتبقى على يومين، نستنى الاعضاء يجوا ويقولوا صوتهم، واتمنى ان الموضوع يخلص من اول يوم، ما يبقاش حتى فيه لازمة لتاني يوم، يعني انا اتمنى ان الموضوع يخلص يوم الجمعة، وادينا شايفين اهو في انديه، يعني النهارده نادي هليوبلس مثال محترم جدا، الناس كملوا الجمعيه الساعه 3 الظهر كانت الجمعيه كامله، وقبل الساعه 3 كمان، فالنادي الاهلي ليه ما يقدرش يكمل الجمعيه في نفس اليوم او يمكن بعديها بشويه، ف يعني اتمنى ان انا اشوف عدد كبير واقبال كبير على اللائحه، لانه زي ما بقولك ده مستقبل نادي، دي ولا لعبه ولا حاجه اجتماعيه ولا بتاع، ده مستقبل نادي انت بتحطه ليك ولولادك والاحفادك، فاتمنى ان الناس تكون واعيه لده، واحنا يعني دايما بنراهن على وعي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. كل الناس وبعدين ما يجيبها للستات. ربنا يكرمك يا باشمهندس. انا مهندسه رباب، انا مهندسه مدني ومشتركه في النادي من اول ما فتحته، والحمد لله كملت العضويه. هو كان في اسئله كتير عايزه اقولها، بس الحمد لله كلهم قالوها. انا بس ليا نقطتين. نقطه انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. انا واحده بشتغل في التنفيذ وعارفه يعني ايه مباني بتتقام في الصحراء، عارفه يعني ايه متر ارض بحفر فيه في الصحراء، مختلف تماما عن انني بشتغل بره. فالشغل اللي قايم في النادي انا بطبيعه شغلي عارفه ده متكلف وقت قد ايه ومجهود قد ايه، فمهما قلت لحضرتك وشكرناك مش هقدر اشكر. ده حقكم علينا، ده حقكم علينا. بالمناسبه دي زي ما بقول كل مجهود بنعمله بنتمتع بيه لما بنشوف رضا الاعضاء ورضا الجمعيه العموميه عما نقوم به. يعني وهو ده اللي يهمنا اولا واخيرا. الحقيقه اللي انا شايفاه في النادي بحكم ان انا بقالي 3 سنين هنا، الناس المهتمه وبالذات السيدات عاملين كم جروبس على الواتساب حضرتك لا تتخيلها. الستات بتصحى الصبح والظهر وبالليل، هنروح الجمعيه العموميه امتى؟ هنتجمع امتى؟ مش قادره اقول لحضرتك كم المجهود اللي هم عاملينه. انا واحده من الناس مسافره بكره
والمفترض ان انا هقعد اسبوع بس هاجي الخميس بالليل عشان الجمعه اكون في مدينه نصر. انا بضم صوتي للدكتوره سحر، وطبعا حضرتك لا بتعرفني ولا انا بعرف حضرتك، هي يمكن عارفاك، لكن انا حزاك وحاسه كل حاجه عملتها في النادي، وبشكرك بشكرك بالنيابه عن كل حبايبنا. احنا اللي بنشكركوا على الثقه دي حاجه، والحاجه الثالثه بقول لك يا جبل ما يهزك ريح، دي حاجه، وبقول لك كمان ان ينصركم الله فلا غالب لكم طبعا، وكن كالنخيل عن الاحقاد مرتفعا ترمى بحجر فترمي اطيب الثمر. أمر بس الناشئة من ناشئات السباحة التوقيعية، أحب أشكر حضرتك جدا جدا، وكل يعني بتكلم بلسان كل أولياء الأمور لبنات الناشئات السباحة التوقيعية على الدعم اللي حضرتك وعلى وقوفك جنبهم علشان يمثلوا مصر في بطولة البحر الأبيض المتوسط اللي كانت مقامة في البرتغال، فإحنا بجد من كل قلبنا بنشكر حضرتك. إحنا دايما كمجلس إدارة واقفين ورا كل الألعاب وكل الأنشطة وما بنفرقش بين اي حد. ربنا يخلي حضرتك ويقدرك على المرحله اللي جايه يا رب ان شاء الله. برحب بحضراتكم من جديد، وفكره جديده النهارده. سيدات النادي الاهلي تواصلوا مع فريق العمل، ودايما كانوا بيتكلموا معاهم على فكره، وهم نقلوا لي الصوره احنا فين من قناه النادي الاهلي. فعجبتنا الفكره، عايزين يجوا يتكلموا، فده بيت الاهلاويه، فالكل من حقه يجي يتكلم، دي رقم واحد. رقم اتنين، لما نرجع بقى للسنتين ثلاثه والاربعه اللي فاتوا بنتكلم على دور السيده في المجتمع خصوصا في الثورات الاخيره، مين يقدر على سيدات مصر؟ فمن هنا ما نقدرش نقول لا، لان هم وقت الصعبه ووقت الشده بتلاقيهم واقفين يتحدوا اي حد. خلوني ارحب واشوف النهارده هم جايين، ما حصلش اي نقاش، ما حصلش اي كلام معاهم، هنشوف عايزين يقولوا ايه وجهه نظرهم، حتى على المستوى لينا بعض الاسئله معاهم في الندوات اللي حصلت في النادي الاهلي، مش في جزيره ولا الكلام اللي بيتقال ده، مهم جدا اوضحه لحضراتكم. خلوني ارحب مجموعه من سيدات النادي الاهلي المحترمات. مدام غاده برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. مدام سونيا برحب بحضرتك. انا سعيده بمعرفتك. دكتوره سحر برحب بحضرتك. اهلا يا كابتن شادي. اول مره اقدم حلقه وبقى قلقان شويه. ليه؟ اكيد بالعكس. تحت شعار مين يقدر على ستات الاهلي؟ بالعكس، ده الجنس الناعم. طيب في البدايه قبل ما نتكلم في اي حاجه، ايه الهدف اللي انتوا كنتوا بتطالبوا تبقوا موجودين في قناه النادي الاهلي عايزين تتكلموا؟ نبتدي من اليمين، اتفضلي. بص حضرتك، احنا النهارده جايين بنقول احنا ستات مصر. يعني هي اللي دعمت الثوره. فجايين النهارده نقول ان احنا بندعم نادينا، بندعم النادي الاهلي، واقفين في ظهر النادي ومعاه لاخر نفس، لاخر المشوار، عشان نقر اللائحه بتاعتنا ان شاء الله. طيب مدام سونيا، عايز اسمع منك في البدايه. انا بصراحه جايه مستفزه، يعني لان شايفه لغط كتير جدا في الاعلام، مش عارفه النادي الاهلي حسن المستوى، والنادي ده بيتنا الكبير بصراحه، روحه عايشه جوانا. فانا بحب النادي الاهلي حب لا تتخيله، لا يمكن اقبل ان اسمع اي حاجه عنه واسكت، لا. فاحنا صممت ان انا لازم اكون متواجده، وزي ما قالت زميلتي غاده ان احنا قمنا بثوره ونجحنا ثوره طبعا، ومن ايام زمان السيدات في مصر ليهم دور كبير، فلينا دور في نادينا، واحنا بنساند النادي بتاعنا ووراه، وان شاء الله ان شاء الله هنجيب الرقم بتاعنا ان شاء الله. ان شاء الله. دكتوره سحر في البدايه، وحابه تقولي ايه؟ اتفضلي. انا طبعا حابه اقول اولا، انا اسف على المقاطعه في البدايه عشان اسيب لك بقى المجال، انت ليكي تاريخ كبير، ووالد حضرتك
من انا هسيبك تقولي، مش هحرق اي حاجه، والد حضرتك اللي انا عرفته كمان اللي ليه سي في محترم داخل النادي الاهلي. انا هقول لحضرتك، انا اسمي الدكتوره سحر فاروق يوسف، والدي الاستاذ فاروق يوسف مؤسس مجله الاهلي سنه 74 مع الاستاذ جلال الحمامصي وعبده فهمي، وكان بطل تنس الطاوله سنه 50، وبدا مع الكابتن صالح الله يرحمهم جميعا، وبطل ووالدتي بطلت سنه 60 في تنس الطاوله، وابني بطل عالم من سنه 2001 ل 2007 في الكاراتيه مع الدكتور مراد عاصم، وبنتي بطلت سباحه توقيعيه، واختي بطلت سباحه توقيعيه، وانا بطلت مصر والنادي الاهلي. ده انا اقوم امشي بعد ده انا ما خدتش حاجه بس قبل 200 ميداليه. انا واخده 200 ميداليه للنادي الاهلي من سنة 75 لسنة 87. وبعدين آخر حاجة، آخر منصب في النادي الأهلي رئيس جهاز ومدير فني السباحة التوقيعية، وكنت حكم دولي وحكم محلي. اتفقتوا مع بعض على الحلقة، عايزة تقولي إيه في البداية؟ اتفضل. عايزة أقول إن النادي الأهلي ده عايزين نبقى متفقين كلنا إن هو صرح عالمي. طبعا. الصرح العالمي ده يعني أنا بحس الأيام دي إن أي حاجة حلوة في مصر، أي مكان بيبقى جميل بيتحول لحاجة عالمية، لازم تتحارب. بمعنى لازم نحاربها، لازم بيبقى في حزب أعداء النجاح موجودين علشان اعتراض للاعتراض. مش هنقول مين ومش هنخش في أسامي، بس أي حاجة جميلة بتتعمل في بلدنا لازم قدامها حاجة يعني دقيقة جدا عشان تدمرها. واللي بيدمروا أنا مش عارفة يعني، طب ليه؟ ليه؟ يعني مكان زي ده وناس محترمة وكلنا إيد واحدة بيتفننوا يا كابتن شادي، بيتفننوا ناس يعني النادي الأهلي زي ما تقول لفظهم خلاص انتهوا من تاريخ النادي الأهلي، لأن هم لا يمكن يكونوا أولاده. بيتفننوا ان هم يعملوا يعلنوا حرب على النادي الأهلي. طب ليه؟ ليه يعني مستفزكوا المواضيع دي؟ المواضيع دي ومش هنقول أسامي ولا هنقول لوائح ولا هنقول حاجة، احنا بنقول مكان جميل وناس محترمة وأعضاء محترمين جدا وشرفاء وأمناء وأولياء أمور. يعني أنا عايزة أقول إن ولي الأمر بيبقى عالمي قبل الابن، يعني أبنائهم وبناتهم أبطال، البطل بيبقى ولي الأمر. صح. هو اللي بيبقى يعني، أنت واخد بالك أنت كابتن شادي لما خدت ميدالياتك اللي كان وراك والدك ووالدتك، البيت كله بيبقى وراه. أولا عشان ترجع، أولا اتربينا حتى في بيتنا أو لما تروح النادي الأهلي على نقاط خلينا متفقين عليها، دعاء الأم والأب والأسرة بتاعتك بالدنيا وما فيها، دي رقم واحد. رقم اتنين الظهير التوفير كل سبل الراحة عشان تبقى بطل أو عشان تنجح، فهي الأسرة هي الحصن الأمين زي ما يعني، ده كلام أنا متفق مع حضرتك فيه. بالظبط. فعايزين اتفق ان اعضاء مجلس الاداره، النادي الاهلي، اللعيبه، اولياء الامور، يعني حتى عايز الناس اللي بتعمل حزب اعداء النجاح ايه شغلتهم دلوقتي؟ انهم يقول لك ايه؟ عايزين يفرقوا بين احنا كفروع داخليه. يعني عايزين يقولوا فرع زايد، فرع مدينه نصر، فرع اهلي. لا، ما فيش حاجة اسمها كده، احنا كلنا عائلة واحدة ومكان واحد. الله يفتح عليك. هو بس الفروع المتفرقة دي نظرا للأماكن وللكثافة، لأن اللي ساكنين في مدينة نصر هيروحوا هناك، مش صعب عليهم يجوا الجزيرة. اللي ساكنين في زايد والله وبيجوا، وهو داخل هيكتب على وقت البطولة يا كابتن شادي. حضرتك شوف وقت البطولة، شوف أولياء الأمور إزاي بيبقوا إيد واحدة. الأهلي معروف إن هو إيد واحدة من زمان، من زمان في احترام بيننا. فأنا بقول لحضرتك يا ريت الناس كلها تعرف إن اللي بيظهر في الإعلام ده سواء المرئي أو المسموع أو المكتوب غير صحيح. طيب ما هروح لمدام غادة وهاخد من
كلام الدكتورة سحر نقطة مهمة جدا فارقة بالنسبة لنا. عارفين بالونة الاختبار لما يجي يقول لك مثلا ايه ده الاهلي بقى بيتفرق بقى مش عارف ايه وايه وايه؟ لا على ارض الواقع وانت قبل الهوا الجمله الواحده اللي قلتها لي قلت لي انا مبسوطه من جمله اللي كلنا واحد بالظبط. عايزه تقولي ايه في المنطقه دي التفرقه اللي بتحصل وده على ارض الواقع مش موجود؟ هو للاسف دلوقتي بيحاولوا ان هم يفرقوا ما بين الاعضاء ويقوموا نفوسهم على بعض. انت فرع زايد دلوقتي اعضاء نادي فرع الجزيره رافضين اعضاء زايد ومعاهم برضو في نفس الطريق اعضاء مدينه نصر مع ان احنا كلنا واحد. انا النهارده بروح فرع زايد قريب من بيتي، لو انا ساكنه تحت وبيتي جنب الجزيره هروح فرع الجزيره، لو انا ساكنه في مدينه نصر هدخل فرع مدينه نصر. ونفس الحكايه في ناس كانت فرع مدينه نصر واتنقلوا زايد بيدخلوا فرع زايد. مفيش حاجه اسمها كلنا اهلي بالظبط. مفيش حاجه اسمها ده فرع زايد وده فرع الجزيره وده فرع مدينه نصر، احنا كلنا اعضاء في النادي الاهلي. كلنا اعضاء جمعيه عموميه للنادي الاهلي، كلنا ورا النادي الاهلي، كلنا ابناء النادي الاهلي، واولادنا هيتربوا على مبادئ النادي الاهلي وهيطلعوا من اولاد النادي الاهلي ان شاء الله. مدام سونيا كنت في المنطقه اللي بنتكلم فيها دي كنت عايزه تقولي حاجه، كنت بتعلقي كده في النص على فكره وحدتنا في قوتنا. لا على اساس ان انا قلت ان احنا من الاول مش عايزين نقول احنا اساسا في انهي فرع. لان احنا دلوقتي هدفنا الاساسي ان احنا اعضاء النادي الاهلي. ابناء النادي الاهلي. اللي انبنى على حقيقتنا دلوقتي. وقت ما يكون نادينا محتاجنا احنا ايد واحده. هو ده النادي الاهلي وهي دي روح النادي الاهلي وهم دول ابناء النادي الاهلي. بصرف النظر عن اي حاجه ثانيه المفروض ان هو ده تجمعنا دلوقتي. يعني ده اللي انا عايز اقوله. وانا في البدايه قلت جمله هناقشكم كلكم فيها. قلت الاهلي بيت الديمقراطيه في مصر. حقيقي. النادي الاهلي النادي الوحيد اللي وزع لائحته على اعضاء جمعيته العموميه بعيدا عن اللي عاوزينها تروح لهم البيت، دول مالناش دعوه بيهم، اللي بيحب الاهلي هو اللي بيروح ويجري وراه ويساند ويشقرا ويعترض. فالاهلي انا ليه بقول بيت الديمقراطيه؟ اتعمل ندوات جوه بيتنا النادي الاهلي بكل مكان فيه. الندوات دي انتوا اتبسطتوا منها على مستوى السيدات، قلتوا ايه ما بينكم وما بين بعض؟ طبعا. لان دلوقتي رئيس النادي جالي لحد عندي وشرح لي اللائحه الداخليه للنادي واداني فرصه النقاش معاه اللي انا عايزه، اللي انا مثلا وجهه النظر اللي انا لو انا مختلفه معاه في حاجه لو في اي حاجه اداني حريه الكلام معاه. فدي حاجه كويسه يعني، طبعا حاجه كويسه. دكتوره سحر نفس الكلام. هو طبعا اعضاء المجلس كلهم جم لغايه عن يعني لغايه كل فرع ابتدوا يقولوا يا جماعة أي نقطة عندكم خلاف فيها أو عايزين تتناقشوا فيها أو معترضين أرجوكوا قولوا. فبصراحة بكل احترام يعني شوف ما, 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 ما يعني ما حصلش إن الناس دي تغاضت عن قالك يعني إحنا خلاص قررنا ودي لائحة ومفروض عليكم وأنتوا روحوا. لا أبدا، تعاملوا بالطريقة الديمقراطية. التعامل بالطريقة الديمقراطية البحتة الجميلة. ما أنا بقولك هو صرح عالمي جمهورية مصر العربية جواها النادي الأهلي، جمهورية الأهلي العالمية بالظبط، جمهورية الأهلي العالمية الأهلية. أنا عايز أقول أهلية لأن إحنا كلنا أهل. كلنا إيد واحدة. أنا عايز أقول لحضرتك أنا صدق. لما كنت ماسكة وكان معايا 400 لاعبة يعني بمعنى إيه؟ بمعنى 1000 عيلة. يعني أب وأم وأولياء. لغاية دلوقتي بيجي لي ناس البنت كبيرة وخلفت لغاية دلوقتي. الأسبوع اللي فات يعني واحد جاي لي بيقول لي بنتي يا دكتورة سحر انت مربياها على المبادئ. بنتي لغايه دلوقتي انا مش قادر انسى مواعيد التمرين، احترام كل بطل للاخر، حتى لو بطله حتى لو نجمه. هي دي روح الاهلي، ما تبقاش مغروره على الاخرين. دي روح الاهلي. وعلى فكره المغرور او الشخص السيء النادي الاهلي بيلفظه تماما. ليه؟ صح. لان هو اللي بيبقى التفاحه البايظه وسط هو ما بيبوظش القفص كله على فكره. هو احنا بنلفظه، احنا بنمشيه، احنا بنديه ظهرنا يعني. طيب مدام غاده اللي انا كمان عايز اعرفه من حضرتك، اللائحه الاسترشاديه اللي محطوطه
احنا كبرنامج وكمجلس اداره وكاهلاويه بيحبوا النادي الاهلي دايما ما بيقبلوش بفرض الوصال للاسف. ام 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 عايزه افهم مفهوم اللائحه الاسترشاديه عند حضرتك ايه؟ للاسف دي لائحه استفزازيه مش استرشاديه. لائحه ايه؟ استفزازيه. يعني انا النهارده ازاي تجبرني ان انا اسفه في اللي هقوله؟ لا اتفضلي. يجي واحد مؤهل متوسط يبقى عضو مجلس اداره. يجي واحد ما اداش الخدمه العسكريه بتاعته وهربان من التجنيد. وده لمصلحه مين ان هو يتحط في لائحه زي دي ويتطبق على النادي الاهلي؟ ازاي ان انا افتح العضويات الفخريه والعضويات اللي هي بيقولوا عليها ايه الموسميه لاي حد؟ يعني انا كده حولت النادي من نادي صرح لان انا بحوله لمركز شباب. هو محسوبيات بالظبط. ما هو انا يعني يعني ممكن تلاقي واحد معاه ربنا مديله قرشين عنده يخت وواحد بينضف له اليخت يروح عامل له عضويه ومحدش عارف صح ولا ايه؟ وهيبقى ده بحاجات رمزيه. طب انت النهارده انا اسفه هضطرك لنقطه ثانيه عشان بس اقارن لك بيها. اتفضل. اعضاء فرع الشيخ زايد النهارده بيقول لك ان هم ما لهمش الحق في ان هم لا ليهم التصويت ولا الترشح ولا الانتخاب. طب انت بحكم قضاء بالظبط وهو مش عايز ينفذه وبيقول لك حد يقدر اللي ما ينفذش مع ان ده حق الدستوري. ده حق الدستوري. ده حق الدستوري. واحنا انظرنا هشام حطب وقلنا له قبل ما ينزلوا اللائحه الاسترشاديه قلنا ان يا ريت البند ده ما يتحطش. مع ذلك حطوه وبعتنا لهم انذار ومفيش فايده. يعني هم بيكسروا بالظبط بيعندوا المصلحة مين؟ طب اشخاص بعينها. ليه انت مستفيد ايه ان انت بتمنع كتله تصويتيه عاليه؟ الشيخ زايد الفرع بتاعه امال فين بقى الديمقراطيه وتوسيع فكره الكل المشاركه والكل لازم يشارك؟ ما هو دي على ناس كده ده على ناس وناس. ولذلك تكمله لكلام الاستاذه الرائع ان اللائحه الاسترشاديه معموله ومتفصله لناس معينه. تورتاي هي معموله ومتفصله واضح لناس معينه لتطبيق عشان نطبقها على نادي معين ونحاربه بالظبط كده. فهي واضحه جدا. مدام سونيا قلت لي انا مستفزه في البدايه، الكلمه دي عايزه اقف عندها. مستفزه 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 انا مستفزه لان شايفه ان في حرب جامده جدا على الاهلي. يعني استكمالا لكلام زميلاتي النادي الاهلي دلوقتي في حرب شديده جدا جدا عليه. يعني دلوقتي بالنسبه لاعضاء زايد في حكم قضائي والحكم دوت صادر قبل صدور القانون. وبعدين لو النادي الاهلي يعني لو اللائحه الاسترشاديه اتنفذت زي ما الدكتوره قالت، لو اللائحه الاسترشاديه اتنفذت هتبقى فعلا النادي الاهلي هيتحارب جامد جدا لان اعضاء زايد مش هيسكتوا وهيطالبوا ببطلان اي جمعيه عموميه هتصدر بعد كده. ما انا عشان كده ليهم حكم قضائي. رجعوا لكلامي، خطبت اللجنه الاولمبيه قلت له حلفائك ابعوك لو انت بتعتمد على الاعلام هيسيبك، لو انت بتعتمد على لوائح هيتخلوا هتفضل لوحدك هتشيل الليل. هو ده اللي انا بقوله حضرتك. احنا كده النادي الاهلي هيدخل في نفق مظلم. هيبقى حرب داخليه في النادي الاهلي. يعني انت دلوقتي قصاد كده النادي الاهلي في ناحيه ثانيه هيبقى متطبق عليه لو لا قدر الله ما كملناش العدد. لا ان شاء الله نكمل باذن الله. احنا بنقول لا قدر الله يعني هندخل في حرب. الاهلي بيحارب في جهه وقصاد الناحيه الثانيه انت متطبق عليك لائحه استرشاديه محجماك وللاسف بتضيعك. انتوا عارفين وصل لي ايه منكم كده واحنا لسه في البدايه؟ اللي انتوا عارفين نقطه مهمه جدا، عارفين ان في تحديات كبيره طبعاً للنادي الاهلي. وعارفين هم اللي بيعملوا التفرقه مش 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 الاهلي اللي بيفرق. بالظبط. طب مدام سحر موقف النادي اللي كان حازم يومين وهكون صريح معاكي، موقف النادي كان حازم يومين اللوائح بتقول لي اعمل كده، انحست الجمعيات العموميه، القرارات دي حضرتك مبسوطه منها ولا زعلتي منها في حاجه؟ لا 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 ابدا. بص حضرتك وقت
ما بيحصل انت دلوقتي عندك صرح عالمي، عندك حاجة ناجحة جدا، وقت ما بيحصل حرب عليك لازم القرار، لازم القرار. ودي حاجة جميلة جدا ان اعضاء مجلس ادارة ورئيس النادي ناس محترمة، ناس مثقفة على اعلى مستوى، عارفين امتى يقرروا القرار الحاسم، متى واين. ليه بيقرروا القرار ده حضرتك؟ ليه؟ لان عايزين يجمع داخليا، عايزين نجمع نفسنا. احنا في حرب، فانت بتحشد جيوشك داخليا، بتحشد التلات فروع. يا جماعة حتى لو في خلاف، حتى لو في خلاف بيني وبين الأساتذة على حمام السباحة، لا خلاص أنا وابن عمي على الغريب في البلد كده. بتحشد جيوشك ويلا يا جماعة خلاص احنا في خطر. هو ما بيعملش كده عشان يأمرنا، هو بيقول لنا يا جماعة النادي في خطر، ما ينفعش ان حد يبقى ولي أمر علينا، يبقى والي على أعضاء مجلس الإدارة، والي على رئيس النادي، والي على الناس اللي بتشتغل في النادي، والي على أولياء الأمور. يعني شلل، يعني أنت بيشلك قاعد بقى أنت كده إنسان مشلول paralyzed تماما، وحد بيحركك. ده حتى الإنسان المشلول له الحق أنه هو يبقى حر، حر في رأيه. فلذلك أنا بناشد النادي الأهلي بكل فروعه، الناس المحترمة الشريفة الأمينة الأبطال أولياء الأمور المثقفين، فعلا ناس في منتهى الجمال، ناس سايبين على فكرة، سايبين أولادهم يعني المدام ولاد ابنها تعبان وعاملة له جلسة، فناس عظيمة ومحترمة. والست المصرية طول عمرها ست عظيمة. هو عشان أنا قلت إيه، أنا ما كنت يعني والله أنتوا لسه قايلين قدامي دلوقتي، انا طبعا بعتذر لحضرتك، انا لسه عارف دلوقتي، لا لكن قد ايه بتسيب يا جماعه. انا اسف ان انا هخرج من الحوار شويه، لان في مواقف لازم نتكلم فيها، ولا هي مزايدات ولا احيانا بتتفاجئ على الهوا ببعض الامور. مدام غاده عرفت من دكتوره سحر اللي بتقول اللي بنتها ابنها تعبان وجايه عشان مين؟ قلت لكم انا كشادي الحلقه امبارح فريق العمل كلمني قلت له جو هيد يلا بينا، دول بيت كل الاهلاويه، قناه الاهلي وبيت كل الاهلاويه، كله يبقى موجود. لكن سايبه ابنها التعبان عشان خاطر النادي الاهلي تيجي وتقول كلمه حق وتيجي عشان خاطر تنصر ناديها، هي دماغها كده. لكن في رجاله بشنبات واقفه بتحارب ناديها، في رجاله بشنبات بتحارب ناديها. فحضرتك على راسي من فوق، ربنا يخليك وربنا يا رب يقوي ابنك بالسلامة. طيب عايز انتقل في الحوار لجزئية تانية. اتفضل. النهارده بنتكلم في لائحة استرشادية، ولو ما جاش العدد اللي هم حاطينه لنا في وقت صغير هتبقى مشكلة كبيرة وهنضطر نمشي باللائحة الاسترشادية. تحدي اخر اللي هم بيقول لك لا اليومين دول هنبتل، هم ما يلاقوا العدد 40 50 الف لا مخلول، ان احنا في خبراء وانا عارف من ضمن الاسئله اللي كانت موجوده في الندوات قرارنا 100% الناس كلها كانت متاكده، كل بقى ايد واحده. فهسال حضرتك هنا السؤال واسف على الاطلاق، هتعملوا ايه عشان ترفعوا او فرض الوصايه اللي موجوده علينا ما بقاش موجود كسيده جوه النادي الاهلي على المستوى الشخصي، هتعملي ايه؟ هو احنا اوريدي ابتدينا نكثف فعلا، بقالنا دلوقتي داخلين في 15 يوم ابتدت مجموعات بتنزل بتوعي الناس بتفهمهم ايه الفرق ما بين اللائحه اللي هم عايزين يطبقوها على النادي الاهلي ويحجموه بيها ويبقوا حاطينه تحت الوصايه بتاعه الوزاره وبتاعه اللجنه الاولمبيه، وقصاد اللائحه بتاعه النادي الاهلي اللي هي انت تقدر في اي وقت تتناقش مع مجلس الاداره تغير فيها. وابتدينا بنوعي الناس والناس مستجيبه جدا الحمد لله، وابتدينا بنكثف، واليومين الجايين دول ان شاء الله فريق عمل جامد بينزل كل يوم بيقعد مع الناس وبيوعيهم، والحمد لله الناس مستجيبه وهننزل ان شاء الله بكثافه. انا عارف من غير ما ادخل واحترم فكرتكم اللي انتوا قلتوا لي في البدايه، مش عايزين نقول احنا فرع ايه ولا مالناش دعوه، احنا اهلي. عشان الناس تبقى عارفه من كل مكان موجود هيبقى في اتوبيسات كل نص ساعه بتتحرك عشان الناس تتجمع وتروح عشان خاطر ناديه. نفس الفكره حضرتك عملتي ايه
بعد الندوات اللي موجودة، بعد التحدي اللي موجود، بعد الـ 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 الإحساس بالغضب جوا نفسك، إن إحنا ما بنسيبش حد. بص هقول لحضرتك، أولا في النادي ما بنسيبش حد لما بنتكلم معاه، زائد إن أنا متابع برضو في السوشيال ميديا أي جروبات على الفيس بدخل عليها، ولو في أي حوار أو أي حاجة برد وبناقش وبفضل ورا اللي النبي ما تثقيش في الفيس ده قوي. لا أنا برد، أنا لا أنا مستفزة جدا يمكن من الفيس، لأني بشوف عقليات أنا مستغربة إن ديت في الكيان العظيم. بتقول الناس صباح الخير، أنا مستغربة بس برد بصراحة، برد واخدة وقت جامد إن أنا أرد على الناس دي، وبرد الحمد لله كويس جدا. فلا احنا عاملين ومكثفين جدا جدا، مجموعه كبيره جدا وجميله جدا، بنوعي الناس والله. يعني فيس شغالين، ندوات شغالين، احساس بالمسؤوليه غير طبيعي. نسيت اقول لك واتس برضه. واتس برضه. طيب مدام سحر، بنرد على كله الحمد لله. دكتوره سحر، عايز اسالك في جمله اتقالت في الانتخابات. دايما لما حد كان يجي يتكلم عن انتخابات كان رئيس مجلس الاداره مصطفى مطار يوقفه. احنا دلوقتي اهلي ولا استرشاديه ما بنتكلمش على الانتخابات، واللي يتكلم في انتخابات يبقى خاين. ايه رايك في الكلام ده؟ لا انا عايزه اقول بقى بالنسبه للمهندس محمود طاهر، ده رجل بجد محترم. في حد هيسمعك يقول لك انت بتنافقيه على الهواء؟ لا ما عنديش اي مصلحه على فكره بيني وبينه خالص. يعني المجال اللي بشتغل فيه بعيد عنه تماما. يعني الحاجة الوحيدة اللي أنا يعني اللي مقرباني منه إن والدي الله يرحمه كان يعرفه، فوأنا صغيرة كنت بسمع دايما كلمة مهندس محمود طاهر ده راجل نظيف، نفسي يبقى رئيس النادي الأهلي. الكلمة دي كنت بسمعها دايما يا شادي من والدي، لأن أنت عارف النادي الأهلي زي ما قلت لك كان في بيتنا. يعني ايه كان في بيتك؟ يعني احنا هقول لحضرتك ازاي. يعني لو سالت اللعيبه القدامى كلهم كان والدي الله يرحمه على طول فاتح البيت، لان انا من بعد ما اسس مجله الاهلي كان على طول البيت مفتوح. اللعيبه كلهم شطه، الحاج ربيع، يعني الناس دي كلهم يعرفوني من وانا طفله. لغايه لما كبرت معاهم وبقيت اسافر بطولات عالم معاهم، اولمبيات معاهم، بطولات اوروبيه محليه، كابتن مجدي عبد الغني، الناس كلها يعني نعرف بعض احنا. ما هو ده النادي الاهلي، فالناس دي زائد يعني الصحفيين عشان في النادي. كلمه حضرتك انت تقصدي الطبخ، النادي المطبخ الأهلي كان بيحصل فيه امور في بيتنا. يبقى انت عندك معلومات عن بالظبط. وطبعا ساعتها حتى لما اتكلمت لقيت المهندس محمود طاهر بيقول لي بس بلاش يا سحر تقولي اسرار، بلاش يعني. هو يا عيني راجل محترم جدا. كل لما تيجي تشكر فيه يقول لك لا ما تشكروش فيا. كل لما تيجي تقول له حرب تقول له لا، يقول لك لا مش حرب، احنا بنشتغل عشان النادي الاهلي، ملناش دعوه لا نبص يمين ولا نبص شمال. على فكره هو بطل، بس بطل في مكانه، يعني مش بطل رياضي، هو رجل مهندس محترم، بطل مثالي. هو مش عايز حاجه على فكره. وعايزه اقول حاجه كده صغيره، يعني الراجل ده جه النادي الاهلي من ساعه والله ما جه وهو مهموم. يعني هو ممكن يقعد على فكره في اوروبا في بيته، هو رجل غني جدا، لا عايز مال ولا عايز سلطه ولا محتاج نجوميه، يعني مش زي ناس كتيره قوي بقوا نجوم ونفسهم يستمروا. لا هو الراجل بصراحه تحس ان هو رجل متواضع جدا، بيسلم على الناس في النادي من اول العامل لغايه اغنى واحد في النادي. طب هوقف حضرتك، انا اسف عشان معانا تليفون احد اعضاء الجمعيه او عضوات النادي الاهلي. مدام نوها غالي، اتفضلي يا فندم، انت حضرتك على الهواء. الو، ازيك يا كابتن شادي؟ ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله يا رب العالمين. انا برحب بضيوفك سيدات النادي الاهلي، النشطات الجمال اللي جايين يحفزوا الناس على نزول للجمعيه العموميه. بشكرك طبعا على استضافتهم، ودايما حلقاتك كده في تألق. اشكرك يا فندم. حابه تقولي ايه؟ لا سواء على اللائحه الاسترشاديه او حابه اقول لحضرتك بس يا كابتن شادي ان حضرتك حاطط رولز لبيتك.
ليه اي حد يتدخل فيها؟ انت عارف انت بتعمل ايه. احنا فوضنا الباشمهندس محمود طاهر من الانتخابات وحطينا ثقتنا فيه وخلاص. والراجل ديمقراطي جدا، مهما عايز يقول حاجه زي ما عمل زي ما حضرتك بتقول كده، وخد راينا فيها كويس جدا وعمل ندوه واثنين وثلاثه في كل الفروع، واحنا معاه قلبا وقالبا. وبتمنى ان كل عضو في النادي الاهلي يحضر ويقول انا اهو احنا موافقين ومش عايزين حد يتدخل في اي حاجه في نادينا. يا ريت يا ريت يا كابتن شادي من خلال برنامجك بتوجه رساله لكل اعضاء الجمعيه العموميه في النادي ان احنا موافقين على اللائحه الباشمهندس محمود طاهر، لانها مش هو كمان مش من الزمن بتاعه، معموله من المجلس اللي فات. اشمعنى دلوقتي بيقولوا ان هي القانونيين اللي كانوا عاملينها؟ اشمعنى لما الباشمهندس محمود طاهر قال نبدا ننفذها ونطبقها وناخد راي الجمعيه العموميه، اشمعنى قامت الدنيا ما قعدتش؟ اللي بيقول ما حدش يروح وما تحشدوش وما تنزلوش ده ما يعتبرش ابن من ابناء الاهلي ومش خايف على بيته ومش خايف على مصلحه ناديه. مين يقدر على الستات الاهلاويه؟ انا انت والله يعني شرف لينا ان احنا مع حضرتك وانا اللي بتشرف بيك ونجاح. ويا رب ان شاء الله يوم الجمعه هنكون ان شاء الله زي نادي هليوبوليس والنادي الاهلي فوق الجميع، مش لفظ ده فعل وعمل. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتقابل هناك و 15000 مش 12000 عشان ما حدش يحط لنا شرط عدد، احنا قد العدد وبزياده بس يلحقوا علينا. مدام نوع انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والاهلي برجاله وبسيداته وبشبابه وبابطاله ان شاء الله قادر على حجم التحديات اللي موجود. كمان يا جماعه كان في حد انا قلت لحضراتكم الفريق العمل محامي من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي كان حابب بعت لي رساله، كان حابب يبعت مداخله، يا ريت انا اديتكم الرقم يا ريت يدخل برده لانه بعت لي اكتر من مره حابب يتكلم كلام مهم. مدام غاده عايز اكلمك من غير ما تقولي لي الفروع عشان احنا متفقين خلاص، انا اللي خلاص بقيت ملتزم بالرولز بتاعتكم. النادي الاهلي نادي كوره، حتى لو هتزعلوا مني من الكلام ده، والاهلي الكوره بتفرق بشكل كبير جدا. مع انا عارف اللي ما كانش فيه وعود انتخابيه من البدايه، ده اللي انا بنزل اسال عشان لما اقول جمله هتحاسب عليه، وحصل تطوير في كل النادي الاهلي ومن وجهه ناس معينه اللي لا النادي الاهلي ما اهتمش بكره رغم ان هو واخد السنه دي دوري وكاس. في المنطقه دي في الحدود اللي انا بتكلم فيها سواء جوه النادي او على مستوى كره القدم، عارفين الكلام ده؟ عارفين اللي فرقه الكوره حاجه مهمه جدا وبتعمل استقرار في النادي الاهلي؟ اكيد طبعا. عايزه تقولي ايه؟ بص حضرتك، هو النهارده احنا فريق الكوره طبيعي، اولا النادي الاهلي ده راعي الرياضه المصريه. معاكي. فريق الاهلي يعني احنا خدنا كام بطوله دوري وكام بطوله كاس. لو فريق الكوره بتاعنا ضعيف ما كناش حققنا الانجاز ده السنه دي كاس ودوري. بعد غياب 10 سنين. احنا خدنا الاثنين وان شاء الله باذن الله ان شاء الله هناخد كاس افريقيا. يا ان شاء رب الله. يا رب يا رب ان شاء الله. خلي بالكوا ده هيبقى اعجاز بكل المقاييس على مستوى الاهلي قادر محلي وافريقي، ناقص كره القدم افريقيا يا رب تفرق معانا بشكل كبير. والاهلي قادر باولاده وبشبابه وبرجالته ان هم ان شاء الله يجيبوا الكاس. ان شاء الله على مستوى النادي. على مستوى النادي هو احنا محتاجين نطلع الشباب الصغير ندخلهم في الفريق بتاع الكوره. لان لازم نضخ دماء الشباب ده هو. لان هم المستقبل. زي كده النادي بتاعنا هم بالظبط زي الفروع الجديده. الدم الجديد. اولاد اولياء الامور لو في حد متوسم فيه خير يبقى بطل ويدخل لعبه وينجح فيها فهيبقى ابن من ابناء النادي الاهلي ده. بالظبط. معاك. والناشئين هيبتدوا برضو ان هو نطلعهم للفريق الفريق اللي هو الاساسي. طيب مدام سونيا جوه النادي الاحوال ايه جوه؟ حاجه شايفاها تليق بيكي ولا ما تليقش بيكي؟ طبعا تليق بيه. نادي القرن. نادي القرن يكفي ان انا اقول ان انا بنتمي لنادي القرن. معلش الجمله الحاجات الحلوه دي بحب اسمعها تاني. اه علي صوتك كده واسمعها مني. نادي القرن.
واحنا بننتمي ليه وليا الشرف ان انا عضو في النادي الاهلي. يعني هقول ايه اكتر من كده؟ بس اكيد كمان دكتورة سحر عايز اسال حضرتك نفس السؤال، سواء على مستوى فرقه الكوره او على مستوى التطورات اللي حصلت جوه النادي، وانا لما هتكلم بالعلم المفروض يمشي في الموضوع في علم الاداره ممشي، عندي حاجه مهمه وكيان مهم جدا كره القدم بيتاثر بيه وبيحصل منه ضغوط لما اخسر بطوله، وكمان على مستوى النادي لازم العضو انا كلاعب سابق او عضو جمعيه عموميه لما ادخل النادي ادخل الاهلي ده حاجه اتشرف بيها ابقى فخور، وانا جايب حد زميلي غريب جاي لي من بره. فالتوازي اللي حصل في الشغل هنا هسال حضرتك، بس هستاذن حضرتك عشان في مكالمه مهمه جدا من الاستاذ المحامي وائل عوض عضو جمعيه العموميه للنادي الاهلي، وهنمشي زي ما سيدات الاهلي قالوا لي ما تقولش اي فرع النهارده في وجودنا. الاستاذ وائل عوض برحب بحضرتك يا فندم. اهلا اهلا كابتن شادي، انا مبسوط ان انا مع حضرتك، وقبل ما اتكلم او ادخل في اي تفاصيل انا بحيي الكوكبه الجميله اللي بجد يشرفوا اي مكان يروحوه سيدات مصر كلهم بجد ناس احنا يعني بجد انا فخور بيكم. وبجد يعني النادي الاهلي طول عمره دي النماذج بتاعت الاعضاء بتاعه. يا استاذ وائل حتى الحلقه اللي عاملينها نسائيه الرجاله اقتحموا وداخلوا فيها. لا احنا طب معلش حبيبتي انا كابتن شادي انا عارف ان حضرتك ممكن يعني هتوجه لي اسئله، بس اسمح لي انا عايز اقول رساله قصيره. اتفضل. الرساله الاولانيه في سمعت كده نجمة حد بيقول لك انتوا ليه يعني مستعجلين على الاسترشاديه وممكن بعد ما يعني تعدي وبعد كده نبقى نغيرها. طيب عشان انا بستفز قانونا من بعض الحاجات، يعني الاساتذه اللي حطوا لائحه الاسترشاديه يا فندم حطوا في بند الجمعيه العموميه غير عاديه نفس النصاب دوت اللي هو 12500. طيب احنا بنقول دلوقتي ده اجتماع خاص بره قواعد الجمعيه العموميه غير العاديه. طيب احنا بقى لما نرجع للجمعيه العموميه غير العاديه هتبقى ليها قواعد ان هي تبقى فعلا في يوم واحد وهتبقى في مقر واحد. طيب هنغيرها ازاي؟ هنغير هذا القيد الحديدي اللي جاي يفرض علينا كاعضاء. لازم تجيب 12500. لازم تجيب 12500. يعني بس اللي بيقول كده يفهمني بعد اذنك يعني. اخبار حضرتك الحاجه الثانيه، الرساله الثانيه اللي عايز اقولها للسيد الوزير خالد عبد العزيز. اتفضل. يا سيدي الفاضل، كلما تتحدث اشعر بالاطمئنان واشعر بان احنا صح. انا بشعر كل ما حضرتك يعني بتتحدث الى وسائل الاعلام ان احنا بفضل الله ماشيين صح وان موقفنا سليم. وانا الحقيقه في انتظار الخطوه اللي هيقوم بها السيد الوزير، وهي الخطوه اللي كان قررها قبل كده وربنا على معاليه قبل كده، انه هيتهم النادي الاهلي في حاله دخول اعضاء زايد للجمعيه العموميه بإهدار 500 مليون جنيه. يا فندم احنا في انتظار هذه الخطوه وفي انتظار ان حضرتك تتهم النادي الاهلي، مش هقول اسماء ومش هقول مجلس اداره، انا بقول ان انت تتهم النادي الاهلي باهدار المال العام في 500 مليون جنيه لتنفيذ حكم. ارجو من السيد الوزير انه يحترم العقليات اللي بتسمعه، وانه ما ينتهزش الفرصه ان هو متاح لي انه يظهر في وسائل الاعلام بصوره مستمره. وحقيقه انا يعني بربأ بمعاليه انه يقول كلام يعني هيبقى مش يعني مسار، يعني مش هقول مسار ايه، بس حقيقه احنا كاعضاء النادي الاهلي في انتظار هذه الخطوه وليثق معاليه تماما ان احنا نملك كافة الأدوات للرد على أي شيء يمثل النادي الأهلي. لن يمثل النادي الأهلي طالما أبناؤه موجودين، أبناؤه في مدينة نصر، أبناؤه في الجزيرة، أبناؤه في الشيخ زايد، كلهم الأهلي. إحنا في انتظاره وفي انتظار
اي خطوه يتم اتخاذها وسيكون الرد صاعق، وانا بقولها وعلى مسؤوليتي. طب انت الرد صاعق. انا عايز اعرف منك حاجه، حضرتك عملت حاجه كده عايزين نعرف اسبابها، بعت انذار للوزاره، بعت انذار للجنه الاولمبيه، بعت انذار للنادي الاهلي. تمام يا فندم. ليه عملت؟ انا هبتدي لحضرتك قصه الانذارات. في البدايه ارسلت انذار للسيد المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، واثناء اعداد اللائحه الاستفزازيه زي ما قالت مدام غاده، قلت له لو سمحت احترم احكام القضاء، هذه احكام ليها قدسيتها، لا تضمن هذه اللائحه اي ماده مخالفه للاحكام اللي صدرت. تم تجاهل هذا الانذار. تمام. بعت له ثاني، قلت له بما لك من سلطات في الماده 3 من اللائحه الاستفزازيه، لو سمحت غير الماده اللي بتمنع اعضاء الفروع من او اعضاء فرع زايد ان هم يبقوا ياخذوا حقوقهم الدستوريه، لان ده من سلطتك وانت تعلم، وارتقت له الحكمين، حكم نادي الزهور وحكم النادي الاهلي اللي وصفت فيهم المحكمه هذه الماده يا كابتن شادي انها ماده غير مشروعه. تم تجاهل هذا الموقف. تمام. اخر انذارات اللي انا حضرتك بتتكلم عليها وهي الانذارات اللي وجهت للسيد مدير مديريه الشباب والرياضه محمد سويلم، سيد المهندس هشام حطب، النادي الاهلي. هذه الانذارات يعني اساسها شيء واحد. انك يا لجنه اولمبيه غير مختصه لا بالاشراف ولا بالبحث ولا ان انت تعملي حاجه غير شيئين، حاجتين هما اللي حددوهم لك القانون. ان انت تعملي اللائحه الاستشهاديه، وان انت تقولي انصاب الحضور وانصاب الموافقه. اكتر من كده مالكيش. اللي مربي هذه الاجراءات هو السيد محمد سويلم اللي عامل نفسه مش من هنا خالص ورامي حمله على اللجنه الاولمبيه. النادي الاهلي انذرته لان هو طرف في الموضوع، لازم يعرف ان اللجنه الاولمبيه غير مختصه، هذه اللائحه كائن ميت يا كابتن شادي. الى امتى؟ الى 31 اغسطس. غير موجوده، هي لائحه زي الهواء. احنا المفروض نشتغل على اللائحه القديمه، لائحه 929 لسنه 2013. هذا هو الموقف القانوني. طيب امتى نتائج الكلام ده يظهر؟ لما كده يشدوا حيلهم ان شاء الله ونشوف كده، هيحطوا لنا الاجتماع الخاص، مش الجمعيه العموميه، دي مش جمعيه عموميه. قانون وصفها ان اجتماع خاص. طيب. خارج نطاق قواعد الجمعيه العموميه. عشان الناس اللي بتسمعك، انت رجل قانون. ولما نتكلم في القانون في ناس اهل للقانون، انا مش بتاع قانون. موقف النادي الاهلي وتحديد على يومين 25 و26 وانت رجل قانون، عايز اسمع منك اه ولا لا. خصوصا السؤال طويل شويه بس عشان اوضح لحضرتك عشان اسمع منك الرد. المهندس فرج عامر النهارده ليه تصريح قوي جدا في بيان بيقول، رغم اللي هو كان داعم ومساند، قال لك اللائحه الاسترشاديه بها كوارث، وده راجل مسؤول احد اعضاء الجمعيه العضو اللجنه الاولمبيه، تصريح مهم. المهندس محمود ساله باحد الندوات، قال له موقف النادي الاهلي في حد يمنعه لو حقق العدد واكتر من العدد اللي هو ما يعتمدش جمعيته العموميه؟ قال له كلامك الكلام ده غلط وكلام النادي الاهلي صح. يعني الكلام ده كله ده اللي قاله استاذ جاسر رياض. موقف النادي الاهلي على يومين وانت رجل قانون بعيد عن العواطف وبعيد عن ان انت عاشق لجامعتك العموميه وعاشق قبل جامعتك العموميه ناديك، موقف الاهلي سليم ولا لا؟ بص يا كابتن شادي، في مبدا قانوني بيقول البينه على من ادعى. بمعنى هو بيدعي ان هذا التصرف غير قانوني، يقدم ادلته. يا كابتن شادي، المشرع حين نص في القانون ان كلمه اجتماع خاص، هو خرج هذا الاجتماع من كافه قواعد الجمعيه العموميه. صح. اذا المهام اللي وكلت الى اللجنه الاولمبيه محدده على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال. على سبيل الحصر تعمل اللائحه الاستشهاديه يا لجنه اولمبيه، على سبيل الحصر تقول النصاب، لا تتجاوز في اكثر من كده.
انما طب هو ليه ما سمعهاش جمعيه عموميه غير عاديه؟ ليه ما سمعهاش جمعيه طارئه؟ ليه؟ عشان المشرع عايز يطلع بقواعد هذه الاجتماع من قيد المكان وقيد الزمان. يا شادي ليه تصرف النادي الاهلي سليم 100%؟ واتحدى مكالمات نص الليل اللي بتقعد تفند وتقعد يعني تخترع حاجات وسب تماما. اذا كان هناك سند قانوني ما كانوا صبروا يوم واحد. برافو عليك. انا سمعت تفسير الحقيقه بيسال من باشمهندس هشام حطب قالوا له ايه دليلك؟ او تقريبا كان كابتن جوهر بيساله بيقول له انت ايه الدليل ان هي اجتماع؟ قال الاجتماع خاصا. يعني انا حقيقه يعني انا مش عارف اقول ايه، انما التفسيرات اللي فيها عدم احترام لعقليه الناس اللي بتسمعك حاجات كارثيه. انا مش عايز اخد وقت اكتر من كده عشان السيدات الفضليات اللي مع حضرتك. ما انت هتقفل وهتسيبهم لك خلاص، هنقول لي اللي انت خدت الوقت كله. انا كلمه اخيره، الاحكام يا سيدي الوزير عندما تصدر طبقا للماده 100 من الدستور المصري اللي اقسمت على احترامه تصدر باسم الشعب، فانت تعادي الشعب في هذه الحاله. حكم الشيخ زايد هيتنفذ. يا رب دايما الاهلي فوق الجميع، يا رب دايما الاهلي نادي المبادئ، نادي القيم، نادي العظماء، لا بيفتري على حد ولا يجور على حق احد. احنا بابنائه احنا اللي هنقومه. عاش الاهلي، عاش الاهلي، عاش الاهلي. استاذ وائل انا 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 بشكرك بالمساحه ديت. لا يا فندم ما تقولش كده، انا بشكرك شكرا جزيلا. دي قناتكم ودي بيتكم، قناه النجوم وقناه اللاعبين وقناه اعضاء الجمعيه العموميه وقناه الجماهير، من حقكم في الوقت الصعب الكل يدخل، وحتى لو بتحددوا الحلقات فيها ايه وبتتفقوا مع بعض، احنا دورنا اللي ننفذ الحاجه المحترمه، الحاجه اللي عايز يعبر عن مشاعره جواه. والراجل بعت لي اكتر من رساله، فانا اللي بشكرك على كلامك الرائع. وهاخد الجملة الأخيرة اللي أنت قلتها، دايما في كلمات كده بتبقى حب وعشق في النادي الأهلي. عاش الأهلي، عاش الأهلي، عاش الأهلي ضد المغردين والمتآمرين والمنتفعين. صحيح. سؤال قبل ما أروح لتقرير اللي أنا كنت بسأله لحضرتك وأنا ما نسيتش. في علم الإدارة اللي أنا ممكن أشتغل حاجة وأنسى حاجات كتير جدا، لكن اللي أنا أمشي بالتوازي على طلبات الناس اللي بتبقى موجوده في النادي وعلى تحقيق الطموحات والاحلام سواء على مستوى الالعاب الجماعيه وخصوصا كره القدم. انا بقى عايزه اقول لك بس على حاجه كابتن شادي. انا مختلفه معاك في حاجه. في ايه؟ ان النادي الاهلي مش نادي كوره بس. هو صرح عالمي رياضي، كوره وسباحه وسباحه توقيعيه وتنس وكل الالعاب. وعلى فكره اغلب الالعاب وصلت للعالميه. طبعا من عارف. يعني النادي الاهلي داخل عالميا. تأثير. وانا قلت من شويه انا بقول تاثير يمكن علشان الجماهير الجماهيريه. انا الجماهيريه والضغوط لما بتحقق بطوله الضغوط بتبقى اقل يمكن الجماهيريه. استقرار كره القدم مرتبطه بس باللي انا بقوله اللي هي بيبقى البطولات وتحافظ على البطولات بتعمل استقرار جوه النادي وحاله من الهدوء. ده اللي هينقلنا بقى لشخصيه المهندس محمود طاهر، من الشخصية للعملية. ان هو عمل طفرة عالمية في النادي الاهلي. ما بقاش مجرد نادي رياضي تكلم اي حد يقولك ده نادي رياضي. كنت بتمشي في النادي قبل كده تلاقي حتت اماكن مهجورة، ستاديوم او حمامات سباحة غير مكتملة. النهاردة هو قالك ايه؟ قالك فعلا مشي كونتينيوس. انا هتبنى وجهه النظر التالي. كلنا مكملين لبعض. عمل ايوه كلنا عمل حاجه عالميه. هو ده اللي لازم نقوله كده عشان محدش يعمل فتنه ما بيننا. كلنا مكملين لبعض، اللي قبل عمل واللي جه، بس غير مقبول زي ما احنا بنقول الكلام ده. غير مقبول تقول لي جه رش ابويا، جه حط حته خشب. لا زي ما بندي كل الناس. هو عمل اللي كانوا موجودين قبل وبعد عشان نبقى فير، عشان نبقى عادلين يا جماعه. اللي كانوا موجودين قبل وبعد، انا اتولدت في النادي. النهارده بخش النادي، كنت زمان عايزه مكان اجتماعي اروح نادي الجزيره، اروح نادي الصيد. دلوقتي هلعب رياضه في النادي الاهلي، وهقعد مع اصحابي في النادي الاهلي،
وهسيب أولادي في النادي الأهلي. يعني بقى جامع مانع، ده اللي بنقوله، مش بس كرة، كل الألعاب، نادي اجتماعي. انت قاعد ومبسوط وفرحان، بتشرب في كوبايه نظيفه، ترابيزه نظيفه، كرسي مش مكسور، مبنى اداري جديد معمول على الطراز العالمي، الشهر العقاري على الطراز العالمي. يعني انا النهارده داخله مكان عالمي، مول، كل حاجه انت بتتمناها بتلاقيها النهارده في النادي. مش بتقول يا طول عمري فعلا يا كابتن شادي لما كنا بنتمرن في نادي الجزيرة أو نادي الصيد أقول نفسي نادي الأهلي يفتح المحلات زي المحلات دي، نفسي يبقى فيه مكاتب إدارية زي دي. الناس يا عيني كانت بتبقى قاعدة على مكاتب إدارية متكسرة، كلنا دخلنا التواليتات، وأنا فخور حمامات جدا حمامات الحمامات على مستوى غرف الملابس. أنا فرقة الشمس غرف الملابس بقى لها حاجة و30 سنة لعب فيها العظماء، أوض اللبس، فرقة كورة قعدت وقت. أما بندخل حصل تطوير في غرف الملابس، تطور جامد بصراحه، حاجه تشرف الواحد بيروح واخد شنطته داخل الغرفه، فاهمه قصدي؟ بتقولها حاجه شكلها حلو، اللون الاحمر قدامك بشكل هو جميل. اشتغل زي ما بنقول بالانجليزي كده سايملتينيسلي، هو اشتغل بطريقه عالميه هندسيه رياضيه، هو دماغه مش بس رياضيه. يعني انا ما اقدرش اقول لحد يبقى رئيس نادي يبقى رياضي بس، لا انا عايزاه جامع مانع علشان اقدر اقتنع بيه. عايزاه يبقى مثقف، متعلم، جامع مانع، اداري. لكن زي ما اللائحه اللي بتقول الاسترشاديه دي، يبقى حد، معلش مع احترامي، مع احترامي للي تعليمه بسيط، معلش كل حله وليها غطاها، لكن ما تجيبليش صرح عالمي يديره متوسطي التعليم. شفتوا حتى السيدات لما بتيجي تقفش ولا تدي الفيه قالت لك كل حله ولا غطاها. يعني لازم طبعا لازم حاجه المطبخ انت ماشيه مع سيادتك لازم، ايوه لازم، عشان الجماهير برضو. معانا برضو احد اعضاء الجمعيه العموميه، مدام مدام هبه حمدي. مدام هبه حضرتك على الهواء، اتفضلي. انا مع حضرتك. يعني هو انا يعني بعمل المباحثه دي عشان بتمنى فعلا من قلبي. انا اللي انا شفته النهارده في الجمعيه العموميه بتاعت اليوكس، ان شاء الله ان شاء الله، يعني انا متفائله خير ان الاهلي هيجيب اكثر من كده ان شاء الله. يعني احنا كلنا لازم نكون خايفين على نادينا، احنا بنحمي نادينا وبنحمي اولادنا والجيل اللي جاي، ان هو يعني ان ما حدش يتحكم فيه او ان ما حدش يملي رغباته عليه. يعني انا بتمنى ان يوم الجمعه ان شاء الله نحقق أكثر من العدد المطلوب بكثير إن شاء الله بإذن الله. أنا أحترم نادي هليوبلس جدا، وشفت صورة عجبتني جدا على أحد المواقع، السيد رئيس الوزراء كان موجود بيدلي بصوته. بالمناسبة أنا حدي يعني هتكلم مع حضرتك، هفتح قلبي زي ما احنا كل واحد مش مجهزين بنتكلم مع بعض في حوار محترم. هسأل حضرتك على حاجة، لما نتكلم على توسيع فكرة المشاركة وإدماج الشباب في المجتمع، وما هو لازم أعلمه، لازم أعلمه يروح بكثافة، ولما أعلمه يروح بكثافة مش لازم أعلمه يروح عشان تحدي. أنت بتروح عشان تحدي وبتروح عشان خاطر الأهلي لازم يجيب 12500، طب ما أنا أعلمه يشارك بدون تحدي، هتلاقي لما نيجي نعمل انتخابات رئاسة الجمهورية هتلاقي العدد كبير جدا، هتلاقي لما بنروح نعمل مجلس شعب هتلاقي العدد كبير جدا، وهو ده اللي احنا بنقوله. لكن ليه تفرض المجتمع او جمهوريه الاهلي زي ما حضرتك قلتي اللي حطها تحت ضغط عشان تروح تبقى فكره وباظت بعدها؟ اتفضلي يا فندم. بالظبط، يعني هي الفكره كمان ان انت بتحمي ولادك وبتحمي الاجيال اللي جايه. يعني انت مش بتعمل اللي دلوقتي، انت بتعمل اللي قدام. احنا كلنا بنعمل مش لدلوقتي، سواء يعني انا عم يعني ان احنا عايزين ان احنا كلنا نبقى موجودين يوم الجمعه ويوم السبت ان شاء الله بكثافه. يعني نفسي افرح ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه، وان شاء الله هنفرح باذن الله كلنا ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنراهن على سيدات الاهلي، خلي بالك. لا ان شاء الله، لا طبعا احنا كلنا متواجدين باذن الله ان شاء الله. مدام هبه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكرك على المداخلة القيمة دي، وكنت بتتكلمي اللي هليوبلس النهارده قدر اللي هو يعمل، لكن النادي الأهلي احنا يعني متحيزين لنادينا أكتر ومتعصبين لنادينا،
لكن برضو نادي الاهلي جامعات العموميه واحده من ارقى الجامعات العموميه، وطول الوقت لما تراهن عليها عمرك ما تخسر، خصوصا عشان ما يضربونيش بقى سيدات الاهلي في وجودهم ما تخسرش ابدا. نروح نشوف كمان سيدات الجامعه العموميه للنادي الاهلي قالوا لنا ايه ونرجع نكمل. النادي الأهلي مع تعداده النهاردة احنا في حدود 124 ألف وأكتر، التعداد ده مش بسيط. كان النادي الأهلي، وضع النادي الأهلي، تاريخ النادي الأهلي، النادي الأهلي فوق المئة سنة، كل ده بيخلينا نقول لا، ان اعضاء النادي الاهلي هي اللي تحدد الرائحه الاسترشاديه ليها، مش اللجنه الاولمبيه او وزاره الشباب والرياضه. بعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني وللاسف الشديد مع تطور السوشيال ميديا والفيسبوك والحاجات دي كلها، فبتلاقي في اراء طبعا وكلام، بس يعني اعتقد ان اللي يقول حاجه، اللي يقول حاجه مخالفه للي انا بقوله ما يبقى من بره النادي الاهلي، لكن مش هتلاقي حد من اعضاء النادي الاهلي هيوافق على حاجة غير كده، يعني لأن لا، طول عمر أعضاء النادي الأهلي ليهم رأيهم الخاص بيهم. رفض الموضوع ده نهائي قوي، لأن اللائحة بتاعت النادي كافية قوي إن هي تتطبق علينا، لأن الجمعية العمومية هي ليها الرأي الأول والأخير في هذا الموضوع، وإحنا مش محتاجين وزارة تتدخل في شؤون النادي، لأن النادي له لائحته وضعها المستشار رجاء عطية، واحنا راضيين بيها جدا وموافقين عليها جدا جدا جدا. النادي الاهلي نادي عريق، ما ينفعش ان يكون فيه وصايه عليه. النادي ده ملك اعضائه، ما ينفعش ان احنا نبقى فيه وصايه عليه. حقيقه يعني انا برفض تماما، انا كعضوه، لكن ما اعرفش بقى، يعني هو ده رايي الشخصي، ان ما ينفعش ان يبقى فيه وصايه على النادي الاهلي، نادي بالحجم بتاعنا ده ما ينفعش يبقى فيه وصايه عليه. معلش. يعني اتمنى ان احنا طبعا ننزل كلنا ونقول راينا، وانا بحس الناس كلها تنزل، ما ينفعش، لازم كلنا نتكدس كده ونقول راينا عشان يبقى لنا كلمه مسموعه، دي الفكره يعني، بس مش اكتر. النادي الاهلي نادي عريق وكبير وقديم، ما ينفعش فرض وصايه عليه من اي جهه. النادي الاهلي الوصي عليه هم اعضائه وناسه، هم دول اللي يبقى ليهم رأي، وما شاء الله هم ناس عددهم كبير وناس على مستوى وناس مثقفة وبتفهم، وهي دي اللي تبقى وصية على النادي الأهلي في كل يعني الإجراءات اللي هي تتم ليه أو أي حاجة تتعمل ليه. لا طبعا احنا مش موافقين، لأن اللائحة بتاعتنا كويسة ومظبوطة وما فيهاش أي سلبيات، وأنا كعضوة مش موافقة، يعني أنا موافقة على اللائحة بتاعتنا، بس دي اللي اقدر اقول لك عليها، يعني لان طبعا احنا موافقين على لائحتنا على عدم وجود سلبيات فيها، لان اللائحه الثانيه فيها سلبيات وتدخل في النادي الاهلي، احنا كاعضاء ما نحبش كده، لان احنا كنادي مستقرين، وانا شايفه ان يعني المجموعه اللي موجوده في النادي دي صراحه النادي ماشي بامن، ماشي بنظام كويس، ما فيش سلبيات خالص، يعني احنا اللائحه دي احنا موافقين عليها كعضو، انا موافقه على اللائحه ديت وجميع الاعضاء موافقين على اللائحه ديت. والله احنا موافقين على اللائحه اللي هم حاطينها، ويعني احنا شايفين النادي التغيير اللي حصل فيه والتجديدات اللي حصلت فيه، واحنا موافقين على اي حاجه اللجنه تقولها، واحنا مش هنقبل اي حاجه تيجي من بره يعني تقول لنا نعمل ايه، بس واحنا هنيجي يوم السبت في الجمعيه العموميه وهنوافق على اللائحه اللي النادي كاتبها، ومحدش يملي على النادي شروطه. يعني هو اصلا النادي الاهلي ما ينفعش حد يفرض رايه عليه، النادي الاهلي يقود ولا يقاد، لا احنا جينا وعلشان احنا مع اللائحه اللي هيعملها النادي، طول عمرنا احنا بنحط لائحتنا وبنمشي عليها، لكن ان وزاره الشباب او اي لجنه اولمبيه او حاجه تحط هي اللي هي عايزاه، واحنا لينا هنا حاجتنا، مالناش دعوه بحاجه حد، واحنا راضيين عن اللائحه وان شاء الله خير. مرحبا بحضراتكم الجديد، ونواصل حوارنا مع سيدات النادي الاهلي. انتفضوا
سواء الحوار اللي احنا شفناه من شويه من احد فروع النادي، وكمان سيدات النادي الاهلي اللي موجودين معانا في الاستوديو، اللي انا سعيد بالحوار القايم معاكم جدا، ومقدر جدا خوفكم على النادي الاهلي، ومقدر جدا ومبسوط جدا من فكرتكم اللي انا مش هسرقها ولا اي حاجه. مدام غاده، من ضمن الحاجات اللي سمعتها في الندوات، في سيده قامت وقالت جمله جميله قوي، قالت انا عاملين جروبات على الواتساب هنتكلم معاهم، وكل واحد يجيب 20 معاه او يجيب 50 معاه، ما يروحش لوحده. انتوا بتفكروا ازاي؟ وده يعني وصلوا لي الفكر، بتتحركوا ازاي مع بعض، ووصلتوا ازاي، وازاي كل واحده تقدر تجيب 20؟ يعني حتى السيدات على مستوى التفكير بصراحه حاجه تشرف وحاجات. هقول لحضرتك، احنا كسيدات المفروض ان احنا بننزل تمارين مع اولادنا، كل واحده كل وليه امر بتبقى موجوده مع اولادها، طبيعي ان هي بتتعرف على الامهات التانيين. صح. كل واحده بيبقى ليها مجموعه معارف مكونه بقى 5 6 10 على حسب هي مشتركه في كام لعبه. عملنا جروبات على الواتساب والفيسبوك والتواصل بالتليفون، وبنبتدي بقى بنجمع بعض. يعني احنا في مجموعه كبيره ان شاء الله نازله يوم الجمعه الصبح، من اول الناس اللي هتنزل هنبقى متجمعين 8:30 عشان ناخد اول باص هيطلع نروح بيه مدينه نصر ان شاء الله، ندي اصواتنا هناك ونرجع عشان نحس الناس اللي موجوده ان هي تنزل ورانا. ده انتوا خطه جامده جدا. لا ان شاء الله وربنا يقوينا باذن الله. طب هقول لك على حاجه يعني ممكن تحصل، زوجك بقى لو ما رضاش يروح هتعملي معاه؟ ما ينفعش ما يروحش، ما ينفعش ما ينفعش، لان هو متزعم الموضوع ده. مدام سونيا، هتجمعي ناس ازاي؟ احنا مع بعض نفس بجد والله، احنا مع بعض. انتوا متبين يعني متبينين القصه كلها؟ ايوه طبعا طبعا. عندك افكار ثانيه غير السوشيال ميديا او 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 مع اصدقائك؟ بنروح، لا بنروح النادي وبنتكلم مع الناس، وبنقف مع يعني لو ناس قاعدين مثلا مع بعض على الترابيزه بنروح لهم لحد عندهم ونتكلم معاهم. بجد والله؟ اه والله. وفي ناس كتير بنلاقيهم ما عندهمش فكره باي حاجه، وبنقعد وبنشرح لهم الفرق بين اللائحه الاسترشاديه ولائحه النادي، وبنفهمهم حاجات كتير. بس عايز اقول لك حاجه، عارفه الجميل في ايه وانتوا قاعدين معايا وانا مبسوط منه وانا بحييكوا عليه، وانا كنت خايف بصراحه من ضمن الحاجات اللي كانت جوايا قلقاني جدا جدا قبل ما افتح الحوار، اللي كان هيبوظ كل حاجه، احنا بنتكلم بصراحه، اللي حضرتك كنت تكلميني في انتخابات. لا الانتخابات لا، كنت تكلميني. بس ده مش وقت انتخابات عشان نتكلم فيه. مش وقت الانتخابات خالص، دلوقتي وقت النادي الاهلي. هو ده وقت النادي الاهلي. احنا دلوقتي نازلين عشان نقول كلمه واحده، ان دي اللائحه بتاعه النادي اللي احنا وراها ان شاء الله، وهندعمه بكل قوتنا، لان دي حرب معموله على النادي لهدم تاريخه، مش هنسمح بيه. دكتوره سحر، هقول نفس اللي قلته من شويه، بتدعمي ازاي؟ عندك افكار ايه؟ رقم واحد. رقم اتنين، مفيش في حوارنا، وهرجع اقول مره ثانيه، اتكلمنا ممكن الحلقه تبوظ مجرد جمله واحده عن انتخابات، او ده مش عارف فلان يكسب ولا فلان يخسر، لو كان حصل كده مش كانش هيبقى ده الاهلي، وكان هيبقى تفكيركم اخاف اللي احنا جايين نتكلم في انتخابات، ما كانش هيبقى فيه مصداقيه عند الناس، وهو ده اللي انا كنت بصراحه خايف منه. اتفضلي يا مدام. هقول لك على حاجه يا كابتن شادي. اتفضل. عايزه بس اروح بعيد شويه كده، يعني اشرح حاجه. اتفضل. ان مصر، ملكات مصر نفرتيتي وكيلوباترا، لو انت رجعت للتاريخ احسن عصور مصر، سيدات مصر هم اللي كانوا بيقودوا النادي الاهلي. نروح احنا بقى لا لا، مش قصدي، يعني انا قصدي ان السيده المصريه سيده ملمة بكل حاجة، هي بطلة في شغلها، وبطلة في بيتها، وبطلة مع أولادها، وبطلة مع زوجها، وبطلة في أي مكان. صح. هي جميلة في أي مكان، نجمة في أي مكان. ولما بتبقى ناجحة بتثبت حضورها فعلا من غير ما تحارب حد. هي مش محتاجة تحارب حد. وحط في دماغك يا كابتن شادي، وحطي عليهم زودي حته والنبي، اللي الست المصريه والست الاهلاويه
الاهلاويه تمتاز بالذكاء الغير طبيعي اللي محدش يعرف يفرض عليها. انا عايزه اقول بالظبط كده ان النادي الاهلي السيده فعلا اللي اتربت في الاهلي او ولية الامر اللي عاشت في النادي الاهلي وتشبعت بروح النادي الاهلي واحنا تيم ورك يعني احنا بنشتغل كلنا مجاميع مفيش حد عايز يطلع لوحده ويسيب التاني او يختلف للاختلاف احنا كلنا متجمعين للتجمع مش مختلفين للاختلاف او معترضين للاعتراض مش محتاجين لان كلهم نجوم هم مش محتاجين ان هم يثبتوا نفسهم لكن الناس اللي دايما عايزه تختلف وعايزه تقول انا اهو انا معترض طب انت معترض ما عشان بقوا كتير قوي عشان فاضيين يا كابتن وبصراحه بقت حاجه يعني مستفزه غير طبيعيه كل ما يعني عارفه انت بتقولي يمين وطريق اليمين ده كله خير ونور واضاءه مصمم على الشمال الضلمه واللي فيها عك واللي فيها ولا اخلاقياتنا ولا اسلوبنا ولا حياتنا اللي احنا بنعيشها علشان يظهر علشان يظهر يعني هو عايز يظهر باي طريقه او عايز يبقى ورا البطانه اللي هتظهره صح. او هو فاكر انها هتظهره وهي في الحقيقه هتدمره هتظهره بس هتسوق سمعته وهتدمره وعلى فكره الناس واعيه عايز اقول لحضرتك على حاجه سيدات مصر قاموا بثوره قبل كده كانت هدى شعراوي ودلوقتي سيدات مصر كانوا اساس الثوره اللي فاتت دي حاجه وعلى فكره عايز اقول يعني حاجه مهمه جدا عصر الاستعمار انتهى 56 انتهى الاستعمار فجمهورية الأهلي لن نسمح بأنه يستعمر من أي جمهورية تانية لن نسمح مش هنسمح وهنتجمع كلنا إيد واحدة الأهلي مش فرع أو فروع كلنا الأهلي إيد واحدة الله يفتح عليك ده من الأهلي إيد واحدة والأهلي فوق الجميع وده شعارنا اللي احنا ماشيين عليه معانا مين يا جماعه الدكتوره نهلة علي عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اتفضلي يا دكتوره حضرتك على الهواء اتفضلي مساء الخير يا حضرتك مساء الخير يا فندم حابه تقولي ايه وشاركي معانا معانا سيدات النادي الاهلي والحلقه خصيصا ليكم النهارده وحضرتك على الهواء اتفضلي مره ثانيه حابه تقولي ايه انا بشكر حضرتك ان اتحت لي الفرصه دي انا عايزه بس ابلغ حضرتك ان احنا ان شاء الله باذن الله سيدات النادي الاهلي هنبدا بدايه موفقه يوم 25/8 في فرعنا فرع مدينه نصر هو اهلي واحد الاهلي هو مفيش حاجه اسمها فرعنا في حاجه اسمها نادينا الاهلي احنا اتفقنا على كده نقول اتفضلي نادينا الاهلي بس انا اقصد عشان احنا هنبتديها بفرع مدينه نصر تمام متواجدين طبعا في الجزيره بس البداية هتكون بداية قوية بنقول للناس احنا موجودين بداية سيدات ورجال وانا متفقة مع بناتنا هنقف ونساعد السيدات الكبار اللي مش هيقدروا يتحركوا هنساعدهم لغاية اللجنة يقدوا صوتهم ده دورنا احنا كأمهات هنجيب بناتنا ونعمل الموضوع ده في اليوم ده مساعدة مننا عشان ننجح اليوم وان شاء الله هنعمل كده برضو في اهل الجزيرة بيت الام ودور ان شاء الله هيكون فعال لان احنا بنحب النادي الاهلي هو بيتنا الثاني على فكرة احنا بنقضي معظم وقتنا في النادي اكتر من بيتنا وده هيبقى دورنا ان احنا بنرد الجميل للبيت الكبير الاهلي ان هو مفرحنا الاهلي مفرحنا والاهلي حياة ان شاء الله هنرد له جميل باذن الله. انت قلتي جمله جميله جدا هختم مع حضرتك بيها وبشكرك شكرا جزيلا يا دكتوره قالت لك الاهلي البيت الكبير هو اللي مفرحنا. جمله بتتقال كتير في البعض بيتعامل مع بعض الجمل اللي هي يا عم بيزايدوا يا عم بيقولوا اي كلام زي روح الفانيلا الحمراء لا وكمان في جمل ثانيه الاهلي مصدر السعاده، الاهلي مصدر الفرحه. الاهلي اتشرف ان اكون اهلاوي بشوف في انديه كبيره ومنافسه امور غريبه وعجيبه مستحيل اشوفها في النادي الاهلي ولا هشوفها مع محمود طاهر ولا شفتها مع الكابتن حسن حمدي ولا شفتها مع الكابتن صلاح سليم ولا سمعت عنها عشان ما اتعاملتش معاها الفريق مرتجي
ولا سمعتها ولا حد حكى لنا على كابتن عبد الصالح الوحش، في ثوابت موجوده ولما نتكلم فيها يبقى احنا عايزين نخلص الثوابت دي ما تبقاش موجوده، دي فكرتي. فهي مش جمل بتتقال وخلاص، صدقوني. بدليل الاهلي بيلعب بروح، تلاقي الاهلي بيكسب ويجيب دلوقتي ما بقتش كمان الدقيقه 90 بقت 120، وانتوا اللي بتقولوا الكلام ده. ففي ثوابت عندنا بتكبر وبتزيد، اهلي جمع ما بين بطولتين دوري وكاس بيرجع تاني يبقى موجود. فهروح بقى للكلمه اللي قالتها الدكتوره سحر، نشوف الدنيا حلوه ونشوف الدنيا جميله ونشوف الدنيا متفائله ونشوف الدنيا بكل خير فيها. وهنا قضيتنا مره تانيه مش انتخابات، قضيتنا عدم فرض الوصايه على النادي الاهلي، وكلمه الاهلي تعلو والاهلي يقود ولا يقاد. دي كل حضراتكم اللي دخلوا معانا والاستوديو كلكم قلتوا الكلام ده، وانا متفق معاكم 100%. كمان مهم جدا معانا مجموعه اخرى من سيدات النادي الاهلي يتكلموا معانا، نروح نشوفهم ونرجع نكمل حوار. رسالتي للأعضاء بدون أي تحيز وبدون أي ذكر أسماء، أنتوا شايفين كل واحد من وجهة نظره شاف إيه الحاجة اللي هو كان طالبها في النادي ولقاها. إحنا لازم نعرف إن على مستوى مصر كلها إحنا مش هنقدر نقيم الناس ونقول إن دي أحسن حاجة أو دي أوحش حاجة، لكن أنا أقدر أقيم الحاجة اللي أنا شفتها بعيني، اللي حسيت إن هي اتطورت، اللي حسيت إن هي بقت صح. انا اقدر اشوف ده بعناية وقيم. انا مش هقيم اشخاص، اكيد كل الناس اللي عايزين يخدموا النادي الاهلي اكيد كلهم كويسين لانهم عارفين قيمة النادي الاهلي ايه. بس انا شايفة مجلس الادارة اللي موجود دلوقتي شايفة برضو بحاول وعمل تغييرات كتير قوي في النادي واصلاحات كتير. ما بنكرش ان اي حد تاني بيرشح نفسه برضو عايز مصلحة النادي الاهلي زي ما انا عايزة مصلحة النادي الاهلي. بشكر اصلا ان احنا عملولنا يوم هنا لمدينة نصر، وكمان عملونا يوم في مدينة نصر قول رأينا، لأن في ناس كانت بتكسر ساعات تروح الجزيرة وكده. فإحنا هنقول هنوافق طبعا على اللائحة، لأن إحنا بنرفض تدخل أي جهة، أي لجنة أولمبية، أي حاجة. هنا إدارة النادي بتحل لنا كل مشاكلنا، وإحنا مع النادي، والنادي الأهلي طول عمره يعني هو سيد الرياضة في كل شيء وسيد قراره، ومحدش بيفرض على النادي الأهلي أي قرار. والنادي الأهلي ناجح وكل الناس حاسة بنجاحه، فعشان كده في هجوم. بس اعضاء النادي كلها الاهلي كلهم وانا واثقه جايين يوم 25 يوافقوا على اللائحه بتاعه النادي الاهلي. بصراحه انا بناشد كل الاعضاء ان هي تحضر يوم زي ده يوم 25. احنا كلنا مجلس اداره بصراحه فايد النادي في حاجات كتير، عمل تطويرات كتير في مجمع السباحه، بقى في تطويرات كتير خدمتنا وخدمت الولاد. وبصراحه احنا نفسنا نحافظ على المجلس ده لانه بجد وقف جنبنا في حاجات كتيره جدا، عمل لنا حاجات كتير بره، خدمات كتير، فتح لنا برندات كتير للمحلات ومطاعم كتير، وفي حاجات كتير متوفره للنادي بيخلينا ان احنا نبقى متمسكين بالمجلس ده. ويا ريت فعلا كل الناس تحضر، كل حاجه بنطلبها تقريبا بنلاقيها، متوفر كل حاجه للولاد ومدربين كفاءات كويسه جدا، وفي حاجات كتير ظهرت في النادي زي يعني تطويرات الغرف الملابس وفي حاجات كتير اتعملت لينا احنا كاعضاء تخدمنا وتخدم ولادنا. ان شاء الله احنا هنحضر الجمعيه العموميه يوم 25 علشان احنا متمسكين بلائحه النادي الاهلي، ومش عايزين اي سلطه خارجيه على النادي الاهلي، ده نادي عريق وانا ولادي هنا من زمان ومش عايزين اي تدخل خارجي.
برحب بحضراتكم من جديد ونواصل حوارنا مع سيدات واعضاء النادي الاهلي اللي عندهم حماس وعندهم قوه وعندهم دعم لناديهم غير طبيعي. قبل ما كل حد يقول جمله حابب يختم بيها معاكم الحوار، كنتوا بتقولوا لي في الكواليس وانا قلت مع حتى مع ضيوفي اللي غير كده، لما بنقول حاجه في الكواليس بقولها. انتوا بتقولوا السيدات كلها محترمه اللي اتكلمت، كنت حابه تقولي حاجه يا مدام سونيا؟ اتفضل. انا حابه اقول ان النادي الاهلي صاحب اول لائحه داخليه على مستوى الوطن، مصر كلها على مستوى الوطن قبل ما يكون في وزاره للرياضه. صح. فما يصحش تملى عليه لائحه. بس طيب هبتدي من يمين، وجهي كلمه اللي حضرتك عايزه تقوليه، الكاميرا حضرتك اهي، اتفضلي. هتقولي ايه في نهايه حوارنا النهارده؟ هقول انا بناشد من هنا جميع اعضاء النادي الاهلي ان هم ينزلوا بكثافه يوم الجمعه ان شاء الله، ويثبتوا قدام الناس كلها ان الاهلي فوق الجميع، وان كلمته هي اللي هتمشي، وكلمه اعضائه هي اللي ساريه وهي اللي ثابته، ومفيش حد هيقدر يحط الوصايه لا على الاعضاء ولا على مجلس اداره ولا على النادي، وان الاهلي فوق الجميع. مدام سونيا هتقولي ايه في النهايه؟ انا هقول ان الاهلي طول عمره بيفرحنا، وزي ما بيفرحنا ما ينفعش نخذله وقت ما هو محتاجنا. الاهلي دلوقتي النادي الكيان، محتاج كل اعضائه يروحوا ويصوتوا للائحه بتاعته، لان ما ينفعش تفرض عليه لائحه من بره. دكتوره سحر هتقولي ايه في النهايه؟ اتفضلي. انا بناشد كل اعضاء النادي الاهلي وبقول لهم انتوا مش هتنزلوا علشانكم بس، انتوا هتنزلوا عشان اولادكم واحفادكم، هتكتبوا التاريخ بنزولكم ده. يا اما تسلموا بلدكم اللي هو النادي وبيتكم وجمهوريتكم لناس اخرى تتحكم فيكم باحكام، يا ريتها مثلا احكام نتقبل العقل يتقبلها، ولكنها باحكام ضد احكام العقل. فانت هتجيب حد غير مؤهل يتحكم في بيتك. فتخيل كده. فارجوكم يا جماعه، بناشد كل الناس الشرفاء، كل اعضاء النادي الاهلي، لازم تيجوا عشان تنقذوا ناديكم، ارجوكم. وعاش الاهلي. انا اتبسطت في الحوار جدا جدا، قاعد مع مجموعه من سيدات الاهلي المثقفات. كنت اتمنى لكل سيدات الاهلي يبقوا معانا، واعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي انا بحييهم على الهوا. اكيد دوركم مهم، وهسرق بقى منكم حاجه، بس قبل ما اقول الحاجه دي، طبعا انا اتورطت لان هم كانوا بيحاولوا يورطونا ويورطوا كل الجماهير، يقول لك التفرقه ما بين الجزيره ولا مدينه نصر. دلوقتي التفرقه بقت شادي محمد بيستضيف سيدات الاهلي بس، وناسي رجاله الاهلي وشباب الاهلي وابطال النادي الاهلي. فهنستحمل احنا دوت وهنكمل في ده، ولكن ده كان واجب عليا لما يطلب مننا حاجه من اهل البيت، علينا ان احنا ننفذ الاوامر، لان انتوا لو احنا بنقدم فانتوا صحاب بيت، انتوا اللي بتقعدوا وانتوا اللي بتجيبوا وانتوا اللي بتختاروا وانتوا اللي بتقولوا مين اللي يقود المسيره. لكن الحمد لله ان النهارده قصه الانتخابات الهدف اللي عندكم النبيل اللي هو مش انتخابات اللي هو الاهلي. اتشرفت بيكم جدا وفخور بيكم جدا لحبكم للاهلي وانتمائكم في زمن فيه البعض ينتمي للاهلي لكن ما بيتصرفش زيكم ولا بيفكر زيكم. مدام غادة شرفتيني ونورتيني. استير حضرتك. مدام سونيا شرفتيني ونورتيني. انا اللي سعدتك. دكتورة سحر شرفتيني ونورتيني. بشكركم شكرا جزيلا. اتمنى الرساله وصلت للجميع. في تحديات، في مسؤوليه، اتعرض بعض الامور اللي حضراتكم شفتوها في الحلقه النهارده، المواقف بتتغير، في بعض المسؤولين بيقولوا كلام كله في صف النادي الاهلي النهارده، الكلام ده النهارده. فمن هنا الحمد لله الامانه تقتضي طول الوقت اللي احنا ننقل للناس الصوره، وانا ولا ضيوفي ولا اي حد دايما بنراهن على الجماهير واعضاء الجمعيه العموميه وكل الناس. فكروا، ما تاخدش المعلومه وتسمعها وتقعد تكررها زي البغبغانات زي ما بنشوف على السوشيال ميديا. فكر اللي بيتقال لك، اضربه في خلاط، طلع منتج. هل ده النادي الاهلي في خطر وفي تحديات وفي ناس بتفرض عليك حاجه؟
انا قلت كتير، ده دوركم النهارده وده موقفكم، وما ينفعش نختم حلقه زي النهارده او ننسى شهدائنا. المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير.